المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح، نحييكم في هذه الليلة، الليلة الجميلة. إحنا الآن نستمرين الليلة هذه، إحنا الآن منذ الخميس، الجمعة، السبت، الأحد، اليوم الرابع طبعا، وهذه الندوة السادسة. نحن مع ندوة مهمة جدا حول المسرح المصري والآفاق المفتوحة، ومع عدد من النقاد المهمين أيضا، وأيضا الكتاب. اسمحوا لي في البداية أن أرحب بالدكتورة صفاء النجار، والأستاذة أيضا صفاء البيلي، الأستاذ طارق عمار، الأستاذ أحمد هاشم. إدارة هذه الندوة إن شاء الله ستكون الليلة إدارة أنثوية محضة، فستكون بإدارة الدكتورة صفاء النجار. أرحب أيضا بصديقي والشريك العزيز الأستاذ صبري يوسف، وهو عضو مجلس الأمن الدائم للدفاع عن الإبداع كما أقول. أود أن أنبهكم، نحن غدا سنكون مع ندوة مهمة أيضا مع الفنان الفلسطيني والممثل والكاتب الأستاذ غنام غنام، وسيكون معنا ندوة مهمة سأحيا في المسرح. من يوم الاثنين إلى نهاية هذا الملتقى عندنا 5 ندوات مهمة جدا، وهي ندوات يعني تضم استضافة 21 من مبدعي ونقاد وأكاديميين كبار في المسرح العربي بشكل عام. ستكون طبعا تحت إدارة الأستاذ العزيز الأستاذ الدكتور حسين الأنصاري، والذي أعطانا أيضا يعني برنامج خاص، وهو عن المعالجة الحديثة وعن الكتابة الحديثة في الخطاب الدرامي. ندوات متنوعة، ستكون 5 ندوات، وسنختمها طبعا مع ندوة مهمة جدا حول التوظيف الدرامي للموسيقى مع الفنان العازف العراقي الكبير الدكتور نصير شمة، وسيكون معنا في ختام وفي ضيافة وفي ختام هذا الحفل ستكون معنا الشاعرة القديرة والجميلة والرائعة الأستاذة الدكتورة الشاعرة فاطمة نعوت. يعني دائما مصر في القلب، ودائما مصر هي التي تحركنا، تحرك وجداننا الثقافي، وتحرك دائما الأشياء الكثيرة الحلوة. أنا كنت قبل شوي وقبل البث المباشر وقبل حتى التسجيل الرسمي، وأقول للدكتورة صفاء والأصدقاء والضيوف، مصر التي علمتني، معكم حميد عقبي اليوم الذي يعني هون، مصر علمته أساتذتي، كانوا من الأول ابتدائي إلى الثالث ثانوي. صحيح أنا كنت أحيانا مشاغب معهم وأكارح وهيك يعني، خاصة أستاذ التاريخ، أستاذ الفلسفة، أستاذ يعني ما كنت هيك يعني، كنا يعني دائما أنا كان توجهي في لما كنت شاب صغير، كان توجهي إخواني، كان عندي أستاذ توجه ناصري، ويا معركة يعني كانت الحصة تروح كلها وإحنا قاعدين نتسارع، بعدين يقول لي خلاص خلينا نعمل هاي، الناس ما ولا عملنا المنهج كله عبد الناصر وحسن البنا وسيد قطب وهاي الأشياء. فكان دائما يعني في هذه الأشياء، ولكن يعني لما كنا نقول الخلافة التركية ولا الخلافة الإسلامية، هو يقول لا استعمار التركي، وهاي يعني فتشي أشياء كثيرة جدا. يعني كان طبعا في ذلك الوقت التعليم الذهبي يعني كان اعتبر في مصر أو في اليمن أيضا، كان كتاب التاريخ هيك، كتاب الجغرافيا هيك، كتاب الفلسفة هيك، يعني كان معنا 4 أو 5 كتب من كتب الفلسفة والهذا. نتمنى إن شاء الله أن يعود هذا التألق الدائم للتعليم والتنوير العربي، وإحنا الآن ما نحاول أن نقدمه نوع من أنواع التنوير في الثقافة العربية، وطبعا قبول الآخر بغض النظر عما يكون وعما يعني يعتقد. أنا اسمحوا لي أن قبل أن أسلم دفة الحكم إلى أستاذتي العزيزة الدكتورة صفاء النجار، أعطي كلمة ترحيبية خاصة بالأستاذ صبري يوسف. تفضل أستاذ صبري. شكرا شكرا جزيلا، مساء الخير الأعزاء الحضور، الدكتورة صفاء النجار، الناقد أحمد هاشم، الكاتبة صفاء البيلي، والكاتب طارق عمار، تحية لكم في هذه الأمسية الجميلة، المسرح المصري، تجارب وآفاق. الدكتورة صفاء تعرفني، إنما البقية ربما أول مرة يلتقوا بي. أنا اسمي صبري يوسف، أديب وتشكيل
تشكيلي سوري مقيم في ستوكهولم منذ حوالي 30 عاما، رئيس مجلة السلام الدولية، وعندي برنامج كل أسبوعين عن الفن التشكيلي اسمه من أجل التنوير، أكتب الشعر والقصة والمقال والرواية، وعندي اهتمام بالفن التشكيلي وحوالي 30 لوحة، كما لدي اهتمام كبير في أدب الحوار، وأجريت حوارا مع الزاد ذاتي على مدى 1000 سؤال وسؤال لمدة 3 سنوات متتالية. يسرني جدا الالتقاء بكم عبر المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح بإدارة ورئيس هذا المنتدى الأستاذ حميد عقبي البديع جدا، وأحييه وأعتبره مركز ثقافي، منبر ثقافي، وزارة الثقافة منبر بكل ما يعني هذا الكلام من معنى عميق، وأتمنى لكم أمسية طيبة وسعيدة. تفضلي دكتورة شكرا صفاء شكرا معك. جزيلا. واخر تنويه، نحن يعني في خلال يومين او 3 ايام ربما سنصدر اول العدد الصفر من مجلتنا اي فاكت، وان شاء الله يعني يكون ايضا يعني العدد الثاني سيكون في 13 من شهر اغسطس. احنا هذا الملتقى الذي نقيمه الان ملتقى النص المسرحي هو الملتقى الرابع، وسيكون لدينا الملتقى الخامس الذي ينظمه هذا المنتدى سيكون في 13 14 15 أغسطس، سيكون حول النصوص الأدبية الوجيزة، القصة القصيرة والومضة وهذه كل هذه الأنواع والأجناس الأدبية المختلفة فيها، ستكون في خلال الملتقى سيكون من خلال حوالي 6 إلى 7 فعاليات. الآن أنا لا أود أن أطيل، وأرى دكتورة دكتورة صفاء متحمسة لأخذ الحكم، فأسلمك طواعية وسأعود إلى هذا الحكم. تفضلي يا دكتورة صفاء. مساء الخير للجميع، برحب بكم جميعا في المنتدى العربي الأوروبي للمسرح والسينما. أنا قلت المسرح والسينما عادي، المسرح للسينما، السينما والمسرح كله واحد، ما ولا يهمك. برحب بكل الأصدقاء، برحب بالأصدقاء اللي اعتدت مشاهدتهم هنا في المنتدى الأستاذ حميد، يعني وأعتز جدا بصداقته وأعتز دايما بدعوته الدائمة لي للمشاركة. أستاذ صبري يوسف صديق عزيز، ويعني أكن له احترام كبير وتقدير عظيم. بشكر الأصدقاء الذين أقرأ لهم وأعرف أعمالهم جيدا، لكن لم يسبق لي أن التقيت بهم من قبل رغم أن احنا جميعا قاهريين، لكن قد يكون هذا دليل على اتساع هذه المدينة وأنه كل مجالاتها المتنوعة والمتعددة، وأن الأشخاص فيها ممكن نظل سنوات بنتعامل مع بعضنا البعض، ممكن نشاهد عروض مسرحية وممكن نقرأ روايات أو نشاهد أفلام لسيناريست مثلا، لكن لا دكتورة صفاء يتم بالله التواصل. لحظة بس ثانية واحدة، أستاذة صفاء البيلي لو سمحتي في في تشويش صوت عندك، عندما تكوني تستمعين حاول تغلقي الصوت ثم تعودي لو سمحتي. أستاذة صفاء دكتورة يعني نقي انا بس لإغلاق الصوت، عايزه اطمن الصوت، هو الصوت كده باين يعني دلوقتي؟ الصوت باين الصوت وممتاز جدا، فقط تغلقيه عندما تمام يكون أحدهم يتحدث. تمام ميرسي بوكو. تفضلي يا دكتورة صفاء، وعندما تشوفين أي واحد حتى أنا احق يعني اضربي بيد من حديد. الموضوع لا يستحق، احنا كلنا اخوه وكلنا مجموعه من الاصدقاء. انا اعرف صديقتي، برحب بصديقتي صفاء البيلي، ويمكن برضو تشابه الأسماء بيجعل الإنسان منزلة ومكانة خاصة عند الشخص. أستاذ طارق عمار بكل كتاباته المسرحية، وهنا ما يميز الأمر إن يعني أستاذة صفاء وأستاذ طارق مش بس كتاب مسرح، لا ده عندهم أنشطة متنوعة ومتعددة. أستاذ طارق مثل وعنده جوائز في التمثيل، عنده أعمال بالإضافة لنصوصه المسرحية، كمان ليهم اهتمام صفاء شاعرة وعندها دراسات نقدية وأدبية. يعني الحقيقة إنه اللي طبعا الأستاذ أحمد هاشم، أنا مش هنصح، لا يعني أنا بس هتكلم عن طارق وصفاء وبعد كده حضرتك يعني على العين وعلى الرأس. لكن اللي بيميز أستاذ طارق وأستاذ صفاء التنوع الفكري والتنوع وتنوع الإنتاج، فده أعتقد يعني بيلقي الضوء على ثرائهم الثقافي، ومن هنا كان اختيارنا للموضوع قد إيه إن هم مش بس محدودين في على خشب إنتاجهم
نصوص مسرحية، لا هم فاعلين بشكل كبير جدا في الحركة الثقافية المصرية. أستاذ أحمد هاشم أنا أعرفه من كتابه عن الفنان محمود الجندي، وكل الكتاب قد إيه بالنسبة لي كان كتاب مميز يعني. لكن يمكن أنا دايما أحب إن أنا لما أقرأ لكاتب ناقد مسرحي أو حتى مناقد سينمائي بجعل دايما هناك مسافة ما بيني وما بينه، حتى يعني إيه لا يتم الخلط بين الأشياء. لكن أنا سعيدة النهاردة بلقائنا ده، وسعيدة بتعرف عليه بشكل مباشر، وأثق تماما في يعني قدراته الكبيرة، وسنستفيد استفادات كبيرة من إضاءاته وما سيقدمه من قراءة لنصوص صفاء البيلي وطارق عمار. اسمحوا لي انه هنبتدي مباشر لان الساعة بقت 9:30 عندي، فانا هدي صفاء 20 دقيقة وهدي طارق 20 دقيقة، وبعد يعني ممكن نتفق على الطريقة ان لو صفاء هتتكلم عن تجربتها، ويمكن أنا حريصة على أن احنا نتكلم عن واقع المسرح المصري، لأن احنا كلنا نعرف تاريخ المسرح المصري ونعرف الإسهامات العظيمة اللي قام بها يعني المسرح في الحركة الثقافية. احنا النهاردة معنيين بالحالة الراهنة بما هو كائن الآن، فأنا أعتقد أن احنا ممكن نعمل أن صفاء تتكلم ربع ساعة، ويعمل أستاذ أحمد هاشم مداخلة ورؤية نقدية لأعمال صفاء، وبعد كده ننتقل لأستاذ طارق عمار نسمع منه رأيه ونسمع عن تجربته، وأستاذ أحمد يعقب برضو عليها، بعد كده نرجع تمام. يبقى كل واحد ربع، يبقى احنا هنا المتحدث الرئيسي عندنا هو أستاذ أحمد، لأنه هيعقب مرتين، مرة على حديث أستاذ صفاء ومرة على حديث أستاذ طارق، وبعد كده هيبقى متاح الوقت ليا والأستاذ صبري والأستاذ حميد وكل السادة اللي ممكن يشاركونا للتعقيب بعد ذلك. لكن بشكل أساسي هنبتدي مع أستاذة صفاء البيلي. صفاء ليها نشاط واسع، صفاء خريجة كلية الأداب قسم اللغة العربية جامعة المنصورة، ويعني هي واحدة من اللي اقتحم القاهرة، واحدة من الكاتبات الفاعلات بشكل كبير على خشبة المسرح المصري من خلال النصوص اللي بتقدمها. صفاء بتكتب إضافة إلى النصوص المسرحية، كما قلت بتكتب شعر، لديها دواوين شعرية ولديها كتابات نقدية، وأحياناً ده يعني بيكون بيجعل من المبدع عنده رؤية يعني شبه كلية، أو نقول بيبقى عنده اتساع لمداركه الثقافية. مع صديقتي وسميتي في سميتي أستاذة صفاء البيلي، تفضلي صفاء. تمام، شكرا جدا يا حبيبه قلبي استاذ صفاء النجار. يعني انا كان بيسعدني والله ان كل ما اروح منتدى او اروح مكان فيقولوا يعني اتقدم يقدموني فيقولوا صفاء النجار، اقول لهم دي قريني، يعني صفاء النجار قريني صفاء عبد المنعم، واحنا كنا الثلاثه تقريبا كان اسمنا بيتردد مع بعض، يمكن لاننا جيل واحد ولاننا يعني الحمد لله خدنا يعني مكانتنا من جميل جدا ان احنا الثلاثة الحمد لله يعني متحققين الحمد لله. يعني انا بمست عليكم وبشكركم لتواجدنا مع بعض في هذا المنتدى الحلقة النهاردة. يعني كنت اتمنى ان صديقنا واخونا استاذ ابراهيم الحسيني كان المفترض يكون موجود معنا، لكن للأسف هو يعني مريض، ندعو له بالشفاء إن شاء الله، وأتمنى إن أستاذ أحمد بإذن الله وهو يعني يتحدث عن تجربتنا بما إننا ممثلين لجيلنا من كتاب المصريين في المسرح المصري بالذات، يعني أتمنى إن هو يعرج أيضا على كتابات إبراهيم الحسيني لأنها كتابات قيمة جدا وكتابات مؤثرة ولها مكانتها في الواقع المسرحي المصري. وانا وافق على هذا الاقتراح، يعني ده اقتراح هايل من صفاء فعلا. استاذ ابراهيم يعني اعتذر لظروف صحيه، وكمان يعني انا كنت سعيده ان هو يكون يشارك معنا، لانه كما تعلموا هو تم مناقشه رساله ماجستير مؤخرا عن اعمال ابراهيم الحسيني، فدي فرصه طيبه ان احنا نبعث له بتحيه من هنا، وان استاذ احمد هاشم بعد الاضاءات على
استاذه صفاء واستاذ طارق يا رب لاعمال استاذ ابراهيم. ودي طبعا ده شيء يسعدنا لانه كل صديق وكل كاتب هو اضافه للمسرح المصري واضافه للحياه الثقافيه المصريه والعربيه بشكل عام. اتفضل يا استاذ. وسعدني ايضا الحديث عن كتابات الزميل والصديق ابراهيم حسين. تمام. صفاء هتختاري اذا كنتي هتتكلمي عن تجربتك المسرحيه بشكل عام او هتختاري النصوص مثلا الاخيره، او يعني انت دلوقتي عندك 15 دقيقه تتكلمي فيها على يا اما تجربتك بشكل عام يا اما تختاري النصوص الاخيره اللي بتمثل نقطه مهمه في تجربتك المسرحيه علشان الوقت. مش يبدو ان الدنيا راحت من عندي ولا لا؟ انا هي الصوره راحت لكن انا سامعاكي. تمام. لا كده تمام. عدنا الحمد لله. لا انا حابه يعني اعرض على تجربتي من البدايه كده بشكل بسيط وسريع ونركز على المنتج الاخير. يعني انا اترك له المجال ان هو يتكلم عني بما يحب يعني وبما يريد ان شاء الله. لكن انا بداياتي خالص يعني كما يعلم اصدقائي وكما يعلم كثير من النقاد ان انا بدات بدايه شعريه، يعني كنت شاعره دخلت المسرح الدراما من باب المسرح، يعني لم ادخل الى باب الى عالم المسرح مباشره ولكن دخلته من باب الشعر. وده بصراحه يعني خلاني اكتب مجموعه من النصوص في المسرح الشعري، وكان ليا تجربه يعني ما يساوي او ما يزيد عن 10 الى 12 نص مسرحي بعتبرهم من اهم المحطات اللي يعني بتميز مسيرتي في الكتابه المسرحيه. هذه النصوص الشعريه اتعمل عليها عده دراسات اكاديميه من رسائل ماجستير ورسائل دكتوراه، سواء كان في مصر او في العالم العربي، وان شاء الله يعني احدثها بعد اسبوعين ثلاثه في طالبه جميله في جامعه عين شمس ان شاء الله بتعمل رساله ماجستير في شغل مسرح الشعر الثاني. يعني انا بدات زي ما انا قلت ان انا بدات مسرح شعري، ثم بعد ذلك يعني بدات يعني يعني أدوس بقى في الأنواع الأخرى من الكتابات المسرحية. لكن أنا كنت دايما بحب اللغة العربية الفصحى، يعني أنا بعشق اللغة العربية الفصحى لأنها هي بتعبر عني بشكل كبير وبشكل أجمل. يعني بتكون المناطق الشعرية فيها أو الحس الشعري فيها بيبقى يعني بيخليني أعبر أكتر عن الشخصيات ومكنونها في المواضيع اللي أنا بكتب فيها. لكن مؤخراً علشان طبعاً هو المسرح يعني لا يسمى مسرحاً إلا إذا يعني شوهد على خشبة المسرح واستمتع به الناس، يعني الجمهور اللي هو الضلع المهم في العملية المسرحية، فبدأت أكتب مسرح باللهجة العامية المصرية. وبالفعل مجموعة النصوص اللي عملتها باللهجة العامية هي قدمت على خشبة المسرح. بعض النصوص القليلة باللغة العربية لا أدري لماذا يعني يهجر المخرجون طبعا المسرح الشعري أو الشعر المسرحي كما يقال، أو يهجرون اللغة العربية والنصوص الثقيلة التي تمثل يعني تجارب مهمة في المسرح العربي والمسرح المصري. الحالة المسرحية الراهنة مثلا يعني أنا هتكلم عنها في دقيقة، إحنا بحالة مسرحية أرى أنها حالة نشطة جدا، خاصة في العالم كله بيمر بكوفيد 19 كورونا، لكن مصر مصرة ومصممة على أن تكون متواجدة مع الاحتياطات وكل الاحتياطات الاحترازية، إن هي تقدم مسرح وتقدمه في الأوقات الصعبة قدمته بالأونلاين عن طريق الأونلاين، وفي هذه الأوقات بدأت الدنيا تتسع قليلا مع الاحتياطات، بدأ الناس ترجع مسرح تاني. يعني أعتقد إن مصر من أهم الدول اللي هي فتحت
سارح للناس في هذه الفترة الصعبة. يمكن ثالث مرحلة من مراحلي أو من يعني بعد الشعر والمسرح الشعري والمسرح العادي، أنا اتجهت مؤخرا إلى الدراسة الأكاديمية. الحقيقة من الناس اللي وقفت جنبي جدا وساعدتني دكتور طارق عمار، بشكره جدا يعني على الهوى، لأنه هو صديق الصدوق، وما فيش مرة أنا بسأله عن حاجة أو بسأله في ترجمة أو بطلب منه حاجة إلا ما يعني بيقف جنبي، وهو مش معايا كده بس، يعني هو مع زملائنا كلهم وحتى اللي ما يعرفهمش. الدراسة الأكاديمية هي مهمة، لأن الكاتب لما يعني بيكون عنده معرفة نقدية بيشوف هو أين يعني يقف بقدميه في عالم الإبداع الخاص به، هل أقدامه راسخة، هل كذا. خاصة أنني يعني أحب مسألة النقد، يعني أرى نفسي أيضا في النقد كما أرى نفسي في الكتاب، فأقوم بالعمل النقدي كما بنفس الحب ونفس الشغف الذي أقوم فيه بالعمل الإبداعي والكتابة المسرحية. إن شاء الله أنا بحضر للدكتوراه بإذن الله، وأتمنى إن شاء الله إن أنا يعني أقدم حاجة مهمة تكون إضافة بالنسبة للجهود الأكاديمية الموجودة، يعني زي ما كانت رسالة الماجستير الحمد لله كانت في المونودراما، لأن أنا بحب المونودراما، ومع أني يعني في ناس لهم رأي تاني بس إيه، إن شاء الله يعني أتمنى أن أنا أعمل يعني حاجة كويسة في هذه المسائل أو النقاط الأكاديمية. أنا مش عايزة أطول أكثر من كده، فهي قوي. أنا طبعاً بشتغل صحفية، وحتى في الصحافة أنا بشتغل في المسرح، يعني حتى لما باجي أكتب بصحافة بيكون شغلي في المسرح، يعني أنا أحب المسرح بكل اتجاهاته وبكل آرائه وبكل يعني أشكاله، سواء سوتيري أو مقلي أو صفاء. أنت معاكي صفاء، معاكي وقت، معاكي 5 دقايق. يعني انا مش عارفه، انا يعني تساليني ممكن لا تسأليني، عايزينك تكلمينا صفاء، عايزينك تكلمينا عن العرض المسرحي الاخير، يعني التجربه دي تجربه مميزه، احدث عرض ليكي، يعني تعرفينا بيه يا ريت. احدث عرض هو يعني ان شاء الله ما يزال موجود على خشبات المسرح المصري قريبا ان شاء الله، يعني يعاد مره اخرى للي ما حلفتوش الفرصه ان هو يشوفه، جنه هنا، وهو نص مسرحي اسمه الاساسي السرير، لكن الرقابه رفضت هذا الاسم لما يعني قد يوحي به من مرادفات او معاني غير مقبوله، يعني وهذا النص يعني اعتقد ان استاذ احمد هيتكلم عنه بشكل احسن مني، لكن هذا النص بيشرح. استاذه صفاء، الصوت بقول ان ليس في مصر فقط، لكن عموما يعني بين الاسره المصريه او الاسره العربيه عموما، هذا النص ما بقولش ان هو بيدافع عن حقوق المراه، لكن هو بيتكلم عن العديد. الصوت مش واضح؟ لا واضح دلوقتي، كان بيقطع. بيقطع، انا مش عارفه منه، لكن تمام. انا سامعاك يعني كويس، تمام. بقول ان جنه هنا بيناقش العديد من القضايا التي تهم المراه، القضايا مش عايزه اقول اللي هي المسكوت عنها بس، لان هي المسكوت عنها وغير المسكوت عنها كمان، يعني وهذه القضايا ليست يعني قضايا تهم المراه المصريه فقط، ولكن تهم المراه بشكل عام، سواء كانت في الدول العربيه او حتى في اي مكان على الكره الارضيه. بيناقش قضايا الام المعيله، بيناقش قضايا الختان، بيناقش قضايا الطلاق، بيناقش قضايا الفشل الزوجي، وبيناقش قضايا غياب الأب والأم المعيلة،
الحنان المفقود، وهو بيقول في النهاية أن ما لا يؤخذ كله لا يترك كله. يعني حينما لا أستطيع أن يعني أقبض على الكون بذراعي أو أن أطير في السماء بجناحين اثنين، فأنا يعني من العادي جدا يعني أو من الأفضل أن أنا أستاذة صفاء، الأفضل إن أنا يعني أستمتع بالمتاح، أستمتع بما هو موجود، لكن في نفس الوقت أدافع عن حقي، أدافع عن كياني كامرأة. ليست امرأة أنها نصف المجتمع، ولكن المرأة كيان موجود. أنا ضد مسألة إن احنا نقول إبداع نسوي وإبداع ذكوري وما إلى ذلك، لكن الإبداع هو الإبداع. دقيقة أستاذة صفاء، وربما... نعم دقيقة واحدة. ربما يستطيع بعض الرجال أن يعبروا عن المرأة أكثر مما تستطيع المرأة أن تعبر عن نفسها، لكن أنا أعتقد أننا في هذا النص والعديد من النصوص المسرحية كنت بتناول قضايا المرأة، ولكن بشكل غير قصد، يعني بشكل غير مقصود، لأن أنا شايفة أن كل ما هو موجود في المجتمع يجب أن يناقش، ويناقش بشكل يعني بشكل مفتوح وبشكل في مواجهة، لكي نستطيع إذا صح التعبير أن يعني نعيش في مجتمع سوي. أشكرك. أشكر أستاذة صفاء البيالي. وأستاذ يعني صفاء طرحت الحقيقة كلمتنا عن مراحل حياتها وبدايتها كشاعرة، وانتقلت بعد ذلك إلى تجربتها المسرحية، كمان اهتمت بالناحية الأكاديمية، وإن هي إن شاء الله نبارك لها قريب بالدكتوراه، وكمان ألقت الضوء على العرض المسرحي الأخير، وأضافت جزئية مهمة يمكن إنه مسألة دور المرأة المصرية في المسرح. يعني المسرح المصري منذ بداياته وهو يعني كان مسرح المرأة كان ليها دور كبير في وصاحبة فرق مسرحية منذ بداياته، وكلنا يعني في فاطمة رشدي ومسرح فاطمة رشدي، أنا عندي في المانديال قريب مني، فيعني من الرائدات العظيمات في مجال المسرح روزا اليوسف، واستمرت المرأة كممثلة على المسرح وكيعني مبدعة لفترات طويلة. فأستاذ الأستاذ أحمد هاشم إنه يتكلم عن تجربة صفاء البيلي في إطار يعني دور المرأة المصرية ومساهمتها في المسرح، وده مش نوع من أنواع يعني التمييز، لكن هي شكل من أشكال إنه بنطرح سؤال: هل وجود صفاء البيلي وغيرها من الكاتبات أضاف للمسرح جوانب معينة لم يكن يمكن أن يتم التعامل معها بهذه الحساسية والرهافة لو لم تكن هناك كاتبات أو مخرجات مسرحيات؟ يعني إيه تأثير وجود المرأة الكاتبة على حركة المسرح المصري؟ أستاذ أحمد اتفضل، الميكروفون مع حضرتك. بداية أود أن أعرّك سريعا على ما قالته الكاتبة صفاء البيلي من أنها تتعاطى الكتابة النقدية أيضا. بالمصادفة البحثة أعتقد أنه الكتاب الثلاثة المفترض أنهم مشاركين في ندوة هذه الليلة زيم الحسيني طارق عمار صفاء البيلي يتشاركوا في الجمع بين الكتابة المسرحية الإبداعية أقصد النصوص والكتابة النقدية أيضا. إبراهيم الحسيني شفاه الله بحكم تخصصه ودراسته كحاصل على بكالوريوس معهد فني دراما ونقد بالأساس، صفاء تتعاطى النقد، طارق عمار يتعاطى النقد أيضا. صفاء البيلي بداية في تجربتها الإبداعية المسرحية هي لا تتوقف عند تيمات معينة أو موضوعات معينة تخص المرأة أو غيره. أنا شخصياً لا أتوائم ولا أحب ما يطلق عليه المسرح النسوي. الكتابة المسرحية زيها زي كل أنواع الإبداع سواء في المسرح أو في غير المسرح تتساوى لدى الرجل والمرأة، بمعنى أنها يطلق عليه إبداع. صفاء تبدع في كتابتها المسرحية، فلانة تبدع في دورها
كممثلة أو كمصممة ديكور أو ككاتبة أو كذا. لا أحب تسمية الكتابة النسوية، حتى ولو كانت كاتبة أو أخرى تركز في كتاباتها على تناول موضوعات تخص المرأة. أود أن أضرب مثالا من خارج الكتابة المسرحية. أدبنا الكبير رحمه الله إحسان عبد القدوس قيل عنه وقيل بالدراسات وليست مقولات مفرغة من أنه أفضل أو من أفضل الكتاب الذين عبروا عن أحاسيس المرأة ومشاعرها وكذا، ولم يطاوله في ذلك كاتبة روائية أو كاتبة قصصية أو غيره. إذن فالإبداع هو إبداع بغض النظر عن النوع الجنسي لمن يبدعه. نعود إلى كتابات صفاء. صفاء كتبت باللغة الفصحى في معظم نصوصها، لم تتجه إلى الكتابة باللهجة العامية إلا مؤخرا، وكان منها على سبيل المثال ما تم عرضه في الموسم المسرحي 2020 وبدايات 2021، وهو العرض الناجح. أنا شخصيا كتبت عنه مقال نقدي تناولت فيه الجوانب الإبداعية المختلفة، لأنه هذا النص حين ترجم إلى عرض مسرحي الحقيقة عاد المسرح المصري إلى موضعه الصحيح رغم وجود كوفيد 19، إلا أنه كنا بنجد جمهور كبير جدا يحاوط التجربة المسرحية الناجحة تلك. هذه التجربة المسرحية بدأت بالنص الأصلي الذي كتبته صفاء، والذي كان يطلق أو الذي أسمته بالسرير، وكما قالت إنه تغير الاسم رضوخا لمتطلبات رقابية قد تكون يعني في أكثر الوصف مثلا تهذبا غير مطلوبة يعني. هذا النص تناولت فيه صفاء الكثير والكثير من الجوانب الإنسانية التي تتعلق بالمرأة، سواء كانت فتاة لازالت أم امرأة. رغم أنه الكثير أطلق على هذا النص وأطلق أو هذا العرض أنه ركز على يعني المسكوت عنه من الأشياء التي تهم المرأة، ولكني أرى أن التيمة الرئيسية التي ركزت عليها صفاء في هذا النص هو حرمان الفتاة من وجود الأب في حياتها. وأعتقد أن وجود جنة بدون أب على مدى ما يقرب من ربع قرن تقريبا منذ ولدت وسافر والدها وحتى أخبرتها أمها بأنه توفاه الله، هذا الحرمان من وجود الأب بجانبها أدى إلى فشلها في جوانب كثيرة من الجوانب الحياتية. وقالت الفتاة، قالت هذا كثيرا وعبرت عنه بكثير من الحوار في العرض المسرحي ذاك. عدم وجود الأب أعتقد أنه تسبب حتى في فشلها في اختيار الزوج المناسب، مما أدى إلى طلاقها سريعا. كرهها للأب أو الممثل للذكر لأنها لم تكن تعرف الحقيقة، حقيقة أنه غير موجود، وكانت والدتها تخبرها دائما بأن الأب موجود ولكنه في حالة سفر من أجل العمل حتى تمكن من الإنفاق على أسرته، بينما هو كان ميتا منذ سنوات كثيرة ربما تتعدى 20 سنة في حرب العراق مع أمريكا، وإن أردنا الدقة غزو الأمريكي للعراق. توفى هذا الأب، وده كان مثال الحقيقة لحالات كتيرة جدا حدثت ما بين شباب مصريين وغير مصريين فيما أعتقد ماتوا في هذه الحرب. الحقيقة الحكومة العراقية كانت تقوم بإرسال معاش شهري للأسرة الذي استشهد عائلها في هذه الحرب، مما كانت تستطيع به الأمة أن تعيش نمرة واحد،
مما كانت أيضا نمرة اثنين أنها تخبر ابنتها بأن الأب مسافر من أجل العمل ولم يكن متوفيا. وحين اعترفت الأم لأول مرة أمام نفسها أولا قبل أن يكون أمام ابنتها بأن الأب قد توفى في هذه اللحظة التي اعترف فيها الأم بذلك، لأن الأم أيضا لم تكن تريد أن تصدق أن الأب الذي كان حبيبا والذي كان زوجا والذي كان كذا لم تكن تريد أن تصدق أنه غير موجود في حياتها. فحينما كانت توهم ابنتها بأنه على قيد الحياة هي كانت تريد أن توهم نفسها أيضا بأن الزوج الحبيب لا زال على قيد الحياة، لدرجة كما قلت أنه حينما اعترفت لأول مرة أمام ذاتها بأن هذا الأب قد استشهد في هذه الحرب توفت في الحال. تناولت صفاء في هذا النص عدم وجود التواجد الأبوي في حياة الطفلة ثم الشابة الصبية ثم الشابة وما قد يسبب ذلك من مشاكل لها، لم تكن متوائمة مع الصديقات أو الزملاء في المدرسة، لم تكن متوائمة مع الصديقات، لم تكن متوائمة مع ما يحيط بها من زملاء في العمل، لم تكن حتى متوائمة مع والدتها. ومسألة بيع السرير كما كانت ترغب أو الخلاص منه كما كانت ترغب الفتاة وعدم الخلاص منه كما كانت ترغب الأم، كل هذا من عدم التوائم كان نتيجة عدم وجود الأب والإشباع العاطفي لمشاعر ابنته، وهذا ما أدى إلى كره الفتاة للوالد حينما كانت تظن طوال الوقت أو طوال العرض أنه غير موجود اختياراً، حتى اعترفت لها الأم بأنه قد توفى. الزوج أيضاً في حياة الأم كان بالتأكيد مهم جداً، وخصوصاً في حالة تلك الزوجة التي لم تكن ترغب في أن تترك ابنتها، وقد اعترفت لها في حوار بديع الحقيقة إن لو كانت اعترفت بأمام أهلها أهل الزوجة أو أهل الأم بأن الأب قد توفى فكانوا سيجبرونها على الزواج من آخر، وبالتالي ستحرم من وجود الفتاة الابنة معها. صفاء الحقيقة تناولت هذه المشاعر التي تخص وجود الأب في حياة الزوجة، وهذه المشاعر التي تتحقق في وجود الأب لدى الفتاة، وعبرت عنها بشكل الحقيقة بديع للغاية، بشكل ناعم جدا رغم قسوة تعبير الفتاة عن حرمانها من هذا الأب واتهامها له بالقسوة وعدم الرغبة في حتى معرفته أو عدم الرغبة في رؤيته. أشعر أن الوقت قد شرف على الانتهاء، رغم أنه أريد الحديث كثيرا عن ليس عن هذا المصطلح. أستاذ أحمد أستاذ أحمد مع حضرتك 5 دقائق. تمام. وكلام حضرتك بيثير عندي عدد من الأسئلة، اسمح لي أطرحها عليك بعد انتهاء مداخلتك. لكن لو حضرتك بعيدا عن هذا النص، لأنها كتبت العديد من النصوص، أنا شخصياً قرأت لها العديد من النصوص. الحقيقة هي تحاول دائماً التعبير عما تريده بشكل سلس ناعم. حوارها سواء كان في العامية بالعامية أو سواء كان بالفصحى يعني يقرب إلى الشعر، يعني هي لغتها لغة شاعرية وإن لم تكن كذلك، يعني ليست لغة شعرية ولكنها لغة شعرية، سواء في ما تتناوله من أعمال باللهجة العامية أو بالعربية الفصحى. مما قرأت لها أيضا مثلا نص اسمه ماريونيت، هذا النص فعلت فيه ما لم أره من قبل، على الرغم من امتداد علاقتي بالدراما منذ أيام الدراسة وحتى الآن، وهي فترة طويلة للغاية. صفاء في هذا النص ماريونيت نجدها تستدعي من التاريخ وتستدعي من القبور نماذج مختلفة من الكابل أو الكابلز التي حدثنا عنها التاريخ،
وحتى الأعمال التراثية زي ألف ليلة وليلة. تناولت شهريار وشهرزاد في مقابلة فسرتها وأولتها وتحدثت عنها أو قرأتها قراءة جديدة صفاء، وقدمت لنا شهريار في نسخة الحقيقة يعني هي تستند إلى المنطق في تأويل صفاء لها، قدمت لنا إلى جانب هذين الشخصين أو هاتين الشخصيتين أيضا عطيل وديدمونة، وقراءة جديدة تماما لعطيل وديدمونة. كذلك كليوباترا وأنطونيو، شجر الدر وأيبك، عز الدين أيبك، العديد من الشخصيات التاريخية والتراثية أيضا التي تناولها البعض في أعمال درامية أو مسرحية، وقدمت لنا صفاء قراءة جديدة لهذه الشخصيات المجمعة في نص واحد بشكل درامي مرتبط وشديد الإحكام من الناحية من ناحية البناء الدرامي، وأيضا شديد النعومة في التناول من ناحية اللغة رغم أنها لغة فصحى. اتفضلي اطرحي أسئلتك يعني. هو يمكن مسألة الثنائيات اللي حضرتك طرحتها في مسرحية أو في نص ماريونيت ده كمان منعكس. صفاء عاملة مقالات في المسرح على الثنائيات اللي جمعهم المسرح وجمعتهم الحياة، فهي كاتبة عن أستاذ سعد الدين وهبة وسميحة أيوب وغيرهم. يبدو ان مساله الثنائيات تشغل حيز ذهني عند صفاء، هذا صحيح، وهي مهتمه بيها سواء كان على مستوى الكتاب النقديه، وانا بهنيها على السلسله الجديده دي، وان شاء الله نشوفها يعني تبقى مجمعه مع كتاب يعني بعد تناولها لعدد كبير من الثنائيات المسرحيه الشهيره اللي كان بينهم علاقه في الحياه وعلاقه على المسرح. يمكن حضرتك قلت كلمة فيما يخص أستاذ إحسان عبد القدوس، وأنا ككاتبة رواية يعني معلش لازم أتكلم، مش بعيدة عن المسرح ولا حاجة. هو إحسان عبد القدوس مع تقديرنا العظيم لي ككاتب، لكن ما قيل وما يقال ده خلال فترته الزمنية طبعا بالتأكيد، يعني كل كتابات إحسان عبد القدوس لا تصل حساسية إلى ما قدمته الكاتبات، وخاصة كاتبات التسعينيات، من التعبير عن من منظور المرأة. الخلاف هنا دكتورة خلاف زمني وليس خلاف. أنا أقدر تمام لا بالزبط. لا أنا أقدر كلام حضرتك ونقدر ريادة ودور الأنبي إحسان عبد القدوس، لكن هي بس لتوضيح الأمور لمن يعني لم يتابعه بشكل جيد. أتفق مع حضرتك وأشكرك على هذا التوضيح. بالنسبة يعني قد دي نأجلها في النقاش الحر فيما يتعلق بالرقابة في مصر، دور الرقابة يعني الرقابة في مصر على المسرح شكلها ازاي، هل في تعسف ما، هل في المحاذير اللي بتقدمها، هل وجود رقابة احيانا بيحفز الكاتب انه يعني بيعمل مخيلته اكتر على حتى يتجاوز هذه الحدود الرقابية. فياريت دي نخليها يعني إذا سمحت لي نقطة بعد وهو تكون موضوع محل نقاش أن يكون حلقة على تجربة صفاء. أيوه ممكن، بس خلينا نقول إن بعد يعني هنطبق على أعمال صفاء وعلى أعمال أستاذ طارق بعد ما نسمع أستاذ طارق عمار اللي أنا برحب بيه. طبعا أنا بشكر أستاذ أحمد هاشم، شكرا لهذه المداخلة القيمة عن أعمال الأستاذة صفاء البيلي. هننتقل دلوقتي لأستاذ طارق عمار، وأستاذ طارق عمار يعني إذا كانت صفاء بتكتب الشعر هو يمثل، يعني هما الاثنين بالإضافة إلى التنوع المسرحي. لا دكتور بالإضافة أنه هو كمان ناقد وهو أكاديمي باحث وإبراهيم الحسيني بيكتب الشعر أيضا يعني إحنا كده في الآخر هنقول يعني هنسمع من صفاء وهنسمع من أستاذة صفاء ومن أستاذ طارق نص شعر قصير لكل واحد علشان نحكم برضو نذوق الشعر. فأستاذ طارق من الإسكندرية وهو باحث يعني متعدد الأنشطة ورئيس نادي
طنطا، نادي ثقافة طنطا، ويعني أعماله المسرحية وأدواره واخد جوائز حتى في التمثيل وجوائز بالنصوص المسرحية. فأنا سعيدة جدا إن أنا يعني أتشرف اليوم إن إحنا نقدمه، وياريت يعني ينقد الضوء على تجربته بحيث إنه يعني صفاء البيالي وطارق عمار وابراهيم الحسيني، كل هذه الاصوات اللي بتقول المسرح المصري دايما بخير. استاذ طارق الميكروفون مع حضرتك، الصوت لو سمحت، الصوت افتح الصوت يا استاذ طارق. كده تمام؟ تمام تمام يا فندم. كده مع حضرتك يعني من 15 ل 20 دقيقة. تمام. انا طارق عمار، من مواليد اسكندريه ومقيم في مدينه طنطا. يعني بحكم النشأة انا نشأت في بيت كله علماء في اللغه العربيه، والدي وجدي وجد والدي، لكن انا اخترت دراسه اللغه الانجليزيه على اساس اني ادرس حاجه انا ما اعرفهاش. يعني المشوار الدراسي ان انا حاصل على ليسانس في الاداب والتربيه قسم لغه انجليزيه من جامعه طنطا، ثم ليسانس في الاداب لغه انجليزيه من جامعه القاهره، ثم ماجستير في الدراما الوسيطه، الدراما الانجليزيه الوسيطه بالتحديد، ثم دكتوراه في الدراما الامريكيه. انا بشتغل حاليا في الوقت الحالي مترجم حر. وأتعاطى المسرح زي ما كلنا بنتعاطى. طبيعي البداية دايما بتبقى مع الشعر، لكن أنا حابب أن أنا أتكلم عن التجربة المسرحية عندي شكلها عاملة إزاي، وخاصة في وجود واحد من الشهود المهمين على هذه التجربة، الأستاذ أحمد هاشم. لأنه أحمد هاشم إحنا عرفنا بعض قبل ما نشوف بعض من خلال متابعاته هو النقدية للأعمال المسرحية. أول تجربة اللي هي تعتبر تجربة مهمة في ده كانت سنة 1997، لما قدمت تجربة على هويس في النيل في إحدى قرى مصر بعنوان تمن القمر. التجربة كانت أقرب للجهد البحثي منه للجهد الفني، لأني كنت بجمع تراث المكان وحواديته وعدوداته وألعابه الشعبية وحكاياته، وأبدأ أصيغ من ده دراما يقوم المخرج الأستاذ الكبير الأستاذ سيد فجل بإخراجه على اللوكيشن الطبيعي، على المكان الطبيعي للعرض اللي هو الهويس نفسه. ثم بدأت المسألة تتجه في اتجاهات أخرى كثيرة جدا، لكن اللي ظل يعنيني حتى الآن من البدايات لغاية النهاردة إن أنا معني بالهوية المصرية، ومعني بأشكالنا المسرحية المصرية. لأنه أنا عندي من الأدلة، حتى الأدلة الأركيولوجية، الأدلة الأثرية، ما يؤكد أن الدراما لم تنشأ في اليونان، الدراما نشأت في مصر، بل وصلت إلى مرحلة من التطور كبيرة جدا. قد تكون هذه المرحلة هي اللي مكنت الدراماتيستس اليونانيين فيما بعد ان هم يطوروا ويعملوا الشكل اللي بنقول عليه الشكل الكلاسيكي للدراما. بالتالي انا معني دايما بمناقشه القضايا المصريه جدا، حتى ولو هتعامل او هشتبك بالكتابه على نص اجنبي، لان انا عملت عدد من الاعدادات المسرحيه عن نصوص روائيه، وعدد من اعادات الكتابه أو الدراماتورج لبعض النصوص المسرحية العالمية. في الحالتين أنا مش شايف أي تناقض، لأن أنا لما بقدم المشكلات المصرية أو بقدم التراث المصري أنا بأكد على الهوية المصرية، لكن عندما أقدم تراث الآخر أو قضايا الآخر أنا هنا بقدم جرعة ثقافية للمتلقي المصري، بحاول ان انا افتح له مجال وعيه اكتر، اضافه الى تعريفه بثقافه هذا الاخر. وده احد اشكال تاكيد الهويه، هو كمان انه بمنتهى البساطه اذا لم اعي من انا ومن الاخر هنا يحصل الكونفليكت او يحصل الصدام
اللي ما بين الثقافات او ما بين الحضارات. الاعمال المسرحيه انا مش هتكلم عنها لانه يعني ايه، اذا حضر الماء بطل التيمم زي ما بيقولوا، وفي وجود احمد هاشم لا يجوز لناقد اخر ان يتحدث، وخاصه اذا كنت هتحدث عن اعمالي. استاذ طارق، استاذ أيوة. طارق يا أستاذ طارق، إحنا أيوة. محتاجين حضرتك تذكر لنا يعني، لا حتى وجود أستاذ طارق هو وجود نقدي يعني، أستاذ طارق هيلقي الضوء نقديا عليها، لكن التعريف بيها ده من حق حضرتك. أنا قدمت مجموعة كبيرة من النصوص، يمكن في الفترة الأخيرة السيزون ده بالتحديد أنا عامل أربع أعمال، عامل الظل عرضت في الإسكندرية، وعامل اللوح الظل عن نصين، نص ديودراما بتاعي أنا اسمه السيد آدم وزوجته إيفا، ونص تاني لكاتب روسي شهير اسمه هو الذي يصفع ليونيد أندريف. النصين الاثنين معمول لهم إعادة كتابة جوه بعض، أنتجوا الظل. عملت اللوحة عن رائعتي أوسكار وايلد صورة دوريان جراي ويوهان جوتا دكتور فاوست، والاثنين دخلوا مع بعض وعملوا اللوحة. عملت معالجة غنائية لنص شهير جدا لجورج حادة اسمه مهاجر بريسبن، وحولتها من ميلودراما لكوميديا موسيقية. آخر الأعمال اللي عملتها السنة دي كانوا نصين للعظيم يوجين يونسكو، جاك والمستقبل في البيض، والاثنين لما دخلناهم جوا بعض أنا سميتهم بومفريتز. الأربع عروض الأخارة دول بيناقشوا قضية مهمة جدا، وهي قضية الاختيار الحر، قدرة الإنسان على الاختيار، ثم قدرات، ثم مسؤوليته نحو تحمل تبعات هذا الاختيار. دي قضية مهمة جدا على المستوى الإنساني بشكل عام في العالم كله، وخاصة في مصر خصوصا بعد العشر سنين اللي فاتوا والهزات الكتيرة اللي حصلت في المجتمع اللي بتأثر بشكل مباشر في الشباب بالتحديد، شريحة من 18 ل 35 سنة اللي هي الشريحة المفروض أنها الشريحة المنتجة والشريحة المتحملة لمسؤولية دوران عجلة الدولة بالكامل. نتيجة كمان الصدمات الحضارية اللي احنا عمالين ناخدها في 30 سنة الأخارة، بداية مع تيار العولمة تحديد، المسألة بقت الهويات نفسها مميعة جدا في العالم كله، في حالة من عدم الاستقرار برضو في فئة الشباب، وده بيؤدي بيهم إلى إما إساءة الاختيار أو البحث عن شماعة لتعليق أسباب الفشل على هذه الشماعة إذا كان الاختيار غير مصيب. ده يعني في, 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 في المجمل كده، ده أحد الهموم اللي أنا بشتغل عليها. من الهموم اللي أنا شغال عليها فعليا بقى في الفترة الحالية ان انا عندي ازمتين انا شايفهم بشكل واضح بحكم وتواجدي جوه مسرح الاقاليم بالتحديد. انا شايف ان احنا رايحين في اتجاه التغريب قوي، الثقافه الغريبه عندنا، حتى ان احنا لما بنيجي نحاول نعمل عمل اسطوري مثلا او عمل له علاقه بالتاريخ بنلاقينا رايحين نجيب تواريخ واساطير ناس تانية مش احنا، رغم الثراء اللي موجود عندنا. يعني احنا لو خدنا ايكون مصري واحد، أيقونة واحدة بس، هاخد اسمه وليكن إيزيس، هكتشف إن إيزيس لها سبع أساطير مركزية عند المصريين القدماء، ثم مشاركة بشكل فاعل في أكثر من 40 أسطورة أخرى، ودي أيقونة واحدة بس. أنا ليه أروح أعمل كاساندرا مثلا وما أعملش إيزيس؟ الأزمة الثانية إنه في نوع من المسرح بدأ ينقرض تماما، المسرح الموسيقي اللي مثلا زي سيدة الجميلة، زي موسيقى في الحياة الشرقي، زي أنا من كان طبعا الحاجات دي أنا تربيت عليها من وأنا طفل، فكان من أحلامي أني أعمل حاجة زي دي. فأنا دلوقتي حاليا بالفعل عندي في النصوص الجديدة خارج عملين أو ثلاثة في نفس الاتجاه ده. طبعا الواحد بيحاول يستفيد من كونه في الأساس شاعر، سيستطيع أن يصيغ المشهد غنائيا حتى يمكن أن يكون مشهدا مغنى وممثلا في وقت واحد.
بدأت تعنيني جدا في الفترة دي فكرة ان احنا اللي بنهمش ثقافتنا لصالح ثقافات اخرى. وانا شايف بحكم التواجد في الاقاليم ان الجمهور الاقليمي متعطش جدا لاي حاجة فيها مسرح، حابب قوي انه يبقى متواجد معنا، بالعكس ده بيطالبنا بمزيد من العروض. وبالتالي بقت فرصة سانحة لإعادة تشكيل وعيه وإعادة صياغة هذا الوعي في اتجاه مصريته، في اتجاه هويته هو، مش في اتجاه هوية أخرى قد مش هقول تكون ضارة، لكن على الأقل لن تكون مفيدة بحال. أنا مش متخيل الأخ أو الأخت اللي بيمسك ورقة وقلم ويقعد يكتب لي أسطورة يونانية في لمسرح مصري ويكتبها باللغة العربية الفصحى. انت مصدق نفسك ازاي؟ يعني انت دي مش ثقافتك خالص. قد يكون الاطلاع عليها شيء مهم جدا لتكوينك انت الثقافي، وقد يكون اطلاع الاخر عليها احدى المهام، لكن اولا عليك ان تؤكد له على هويته. انا هصدقك ازاي ككاتب مسرحي وانت مسمي لي البطل بتاعك بروميثيوس؟ المفروض ان انا هصدق ده ازاي او هستوعبه ازاي، اضافة الى انه اغلب الجيل اللي موجود حاليا بيحطنا احنا ككتاب مسرحيين في ازمة. الجيل ده مش مدرك الفرق ما بين ادوات المسرح وادوات السينما. هو مصر يطبق الصورة السينمائية على خشبة المسرح رغم انه المفروض انه يكون على وعي تام بانه قدرات خشبة المسرح تقف عند حد معين. انا مش هقدر اعمل فيلم زي تروي مثلا على خشبة المسرح، ده شيء في حكم المستحيل، لكن هم بيصروا يعملوا ده سعيا وراء صورة مفرغة من المضمون، هو ما عندوش حاجة يقولها. بالتالي بقت الأزمة دلوقتي الواقعة على هذا الجيل اللي أنا واحد من أفراده إن إحنا نلحق نصلح هذا الوعي اللي بدأ فعلا يتجه في اتجاه ثقافة قشرية جدا. يدوب هو عايز يعرف حاجة عن كل حاجة ومش عايز يعرف أصوله فين ولا جذوره فين. برضو مش هيبقى منطقي إن أنا أبقى شايل في جيبي باسبورت أو بطاقة شخصية مكتوب فيها إن أنا مصري وأنا لا أعرف أي شيء عن تاريخ هذه البلاد التي أعيش فيها أو جغرافيتها. ده اللي أنا محتاج أقوله عن تجربتي بشكل عام. لأنه نقطيا تفضلي. أنا بشكر حضرتك، يعني بشكرك على الإضاءة المتميزة لمسيرتك دي، والحقيقة هي طرحت حضرتك كده أكملت كلامك ولا هو في وقت. نقطة أخيرة دقيقة واحدة بس بحكم أنه غير موجود فأنا بأعلن عن حاجة هو نفسه ما يعرفهاش. صديقي العزيز وعشرة عمري إبراهيم الحسيني له نص بديع اسمه سنوحي، نص مصري جدا. النص ده خلاص احنا انا بصدد الانتهاء من ترجمته الى اللغة الانجليزية خلال ايام قليلة قادمة، لانه مع الاسف احنا برضو مش لاقيين ككتاب من هذا الجيل حد يقدمنا للقارئ الاجنبي. فانا قررت ان انا اعمل مبادرة كده ان انا هنقي مجموعة من النصوص وهبدأ اشتغل عليها سواء بموافقة الكتاب او بغير موافقتهم، يعني لتقدم للجمهور الاجنبي عشان يعرفنا ويعرف الجيل ده بيكتب ازاي ويعرف ايه القضايا او ايه الهموم اللي احنا بنحاول نناقشها. انا شاكر جدا لحضرتك. انا بشكر استاذ طارق، والحقيقه استاذ طارق يعني مداخلته وكلامه عن نفسه هي مش مداخله، هي شيء اصيل يعني مش مداخله، بتطرح عديد من القضايا. كنت مهتم ان انا اعرف المسرح في الاقاليم، ودي ده موضوع كبير جدا واحنا مهتمين بمسرح الاقاليم، لانه يعني هي الحقيقه القاهره المركزيه اللي فيها والاضواء الكبيره وان المسارح الكبرى هي فيها، ده بيظلم بشكل عام يعني، وده معروف في الوسط الثقافي كله مش بس في المسرح بس. السينما فين؟ السينما في الاقاليم، حتى دور النشر فين في الاقاليم الى اخره. فمهم جدا الحديث عن الدور المسرحي او المسرح، مسرح الاقاليم، وازاي ممكن ينمي وعي الناس وازاي ان هم يعرفهم بهويتهم ويعمق مصريتهم.
كمان فكرة التجديد في المسرح، وده كمان سؤال هطرحه على أستاذ أحمد هاشم، إنه أنا من في عروض مسرحية حاليا بتستخدم فعلا التقنيات السينمائية، زي إن هو بيكون بيمثل معركة فبيجيبها لي على الشاشة، هو متسجلة من يعني عمل تلفزيوني أو عمل فيلم سينمائي، فكأن هو يعني بيروي جزء من الأحداث المعركة اللي طبيعي المعركة لن يستطيع خشبة المسرح تجسدها. فهل ده شيء لاستخدام تقنيات أخرى مساعدة على خشبة المسرح؟ هل ده في صالح المسرح أم ضده؟ أعتقد ده يعني شيء محتاج لنقاش ومحتاج لإبداء الرأي. مهم كمان بالنسبة لنا مسألة التغريب، واهتمامنا دايما بالمسرح اليوناني كأساس للمسرح العالمي، يعني وهو كما يقولون هو أول مسرح، وحضرتك قلت إنه المسرح المصري والفرعوني، يعني مصر الفرعونية قدمت عروض مسرحية وكان فيها مسرح متقدم أكتر وهي الأساس، وده شيء طبيعي بيسعدنا. أخلي كل الأسئلة دي وللنقاش العام، أو إذا تناولها معنا أستاذ أحمد هاشم وهو بيتكلم عن تجربة حضرتك. أستاذ أحمد الميكروفون مع حضرتك. اسمحي لي أن يكون بداية خيط حديثي من حيث انتهى منه صديقي الدكتور طارق عمار وما أشرت إليه حضرتك، وهو مسألة الحقيقة التغريب ومسألة استخدام التقنيات السينمائية في العروض المسرحية المصرية، وأيضاً في الوضع الحقيقي أو واقع المسرح في الأقاليم. الدكتور طارق عمار بداية قد تعرفت على كتابته وليس على شخصي في عام 98 حينما شاهدت له عرض كان عرضاً مغايراً ولما هو موجود في العروض المسرحية، وبالمناسبة هذا العرض اللي هو ثمن القمر أو ثمن القمر كان أحد عروض الأقاليم، كان في إحدى القرى إن لم تخني ذاكرة بمحافظة الغربية أظن، وكان فعلا هذا العرض تم كفضاء مسرحي، تم استخدام هويس أو ترعة أو نهير، كان موجود فيه مراكب أو قوارب صغيرة تم عليها العرض، وده يجعلني أحيي وأتذكر من خلال البرنامج الفنان البديع المخرج سيد فجل الذي كان صاحب هذا العرض، حيث كانت رؤيته لإخراج هذا العرض على هذا الشكل اللي نوهت إليه، استخدم شواطئ هذه الترعة أو هذا النوير، الشاطئ القريب كان بمثابة مقاعد للجماهير، الشاطئ حتى المقابل في الناحية الأخرى استخدم من خلال العرض سينوغرافيا المكان أو البنية التشكيلية للمكان من شجر، من أعمدة أنوار، من أرض متسعة، كل هذا تم استخدامه في هذا العرض. أذكر أني كتبت مقال عن هذا العرض رغم أني لم أكن على معرفة شخصية بالدكتور طارق عمار ولا حتى بمخرج العرض، وأعتقد أنه هذا العرض ربما الوحيد في حدود علمي ما شاهدته وما قرأته فيما بعد من زمن كعمل تم تأليفه من قبل الدكتور طارق عمار. ده بيودينا إلى كتاباته التي اتجه إليها على مدى سنوات كثيرة، إعادة صياغة، وهناك مسميات أخرى كثيرة على هذا الفعل، إعادة صياغة لبعض النصوص المسرحية العالمية، بيتسمى دراماتورج أحياناً، بيسمى إعداد أحياناً أو أدابتيشن، بيسمى إعادة صياغة، الأسماء كثيرة ولكن لا تهمنا الأسماء، ولكن ما يهمنا هو ما يفعله الكاتب حين يتجه إلى إعادة صياغة أو استخدام قلمه في عمل مسرحي آخر، لا سيما إذا كان كاتبه كاتبا غربيا. من الأعمال الحقيقة الرائدة في رأيي والرائعة لطارق عمار شاهدت له منذ عدة سنوات قريبة، ربما 2015 أو ربما 2016،
عرض مسرحي كان يسمى دايرة التباشير. بأكرر الاسم تاني، دايرة التباشير وليس الطباشير، وهو مأخوذ عن النص المسرحي الشهير دائرة الطباشير القوقازية لبرتولد بريخت. بداية من الاسم دائرة الطباشير، كان المقصود بها في نص بريخت إنها دائرة طباشير، دائرة يتم رسمها أو تحديدها من خلال الطباشير المعروف الذي كان يستخدم في الكتابة في المدارس قديما. طارق عمار الاسم خلاها دائرة التباشير بمعنى البشر والبشرة. أقصد أن التجديد أو الجدة التي استخدمها طارق عمار كانت بداية من الاسم. اعتمد على التيمة الأساسية في نص برتولد بريخت، ولكنه نصه جاء متماسا مع الواقع الذي كان لا زال يئن من الفترة التي حكم فيها الجماعة المتأسلمة المعروفة مصر، واقترب منها وقام بتحليلها وبشر بالحكم بعدها كيف سيكون، وأننا سنخرج من نظام إلى نظام آخر يكون من اختيار الشعب وأقرب له وهكذا. لا أريد أن أدخل في التفاصيل، ولكن هذا مدخل لما قام به طارق عمار أو لما يقوم به في كل النصوص الغربية التي يتناولها بقلمه ويعيد صياغتها. حين يتقدم كاتب ويتناول نصا مسرحيا لمؤلف غيره، لا سيما إذا كان المؤلف غربيا والنص غربي أيضا، ما معنى أن تتناول هذا النص أو ذاك إن لم تكن تجعل نصك الجديد متماسا مع واقعك الآن، الآن وهنا، الآن وفي مصر، الواقع الاجتماعي، الواقع السياسي، الواقع الاقتصادي، الآن مما يشعر به المواطن المصري ويعد أحد همومه واهتماماته. الحقيقة طارق عمار سمة من سماته في كل النصوص التي ذكرها، سواء معالجته مهاجر البرسبان لجورج شحاتة وتحويلها إلى نص ميوزيكال، بالإضافة أيضا إلى تدخله في يقترب من التمصير وإن لم يكن تمصيرا، يجعل التيمة الأساسية للنص تقترب من المتلقي المصري، بالإضافة إلى تحويلها إلى ميوزيكال. يعني اللوحة اللي عملها عن دوريان جري، لوحة دوريان جري، حينما تقرأينها تشعرين أنك أمام نص مصري من الحس الذي أدخله الدكتور طارق عمار الحقيقة على هذه الرواية. كذلك في هو الذي يصفى لليونيد أندرييف الكاتب الروسي، وهو كاتب بالنسبة غير متداول ويكاد يكون غير معروف في مصر. طارق يتميز أيضا الحقيقة ب تفتيشه عما هو غير متداول بين المسرحيين، وده يعد من سماته المميزة لي جدا الحقيقة. تصورت في بداية الندوة منذ تم الإعلان عن عنوانها أننا نتحدث عن آفاق جديدة في الكتابة المسرحية الجديدة، وليس مجرد الحديث عن كتابات صفاء البيلي وكتابات طارق عمار، كتابات إبراهيم الحسيني، ولكن هذه الكتابات تحت بند أنها آفاق جديدة في الكتابة المسرحية، بمعنى الكتابات التي لها سمات مختلفة تختلف عن النصوص المتداولة أو المعتاد عليها ربما منذ بداية الخمسينات في المسرح المصري. أستاذ أحمد اسمح لي أن ده طبعا. يعني احنا ما نسيناش المحور ده، بس احنا زي ما قلنا احنا دلوقتي في جزء الواقع، فلازم نتكلم عن الواقع الاول. وانا اعتقد ان كتابات صفاء البيلي وطارق عمار وابراهيم الحسيني فيها منطلقات للافاق، فاحنا ما بعدناش، احنا ما زلنا في نقطه الواقع اللي هنقول لحضرتك. طب
طيب ايه اللي ممكن يكون دي مرتكزات، ايه الافاق اللي ممكن ترتدها الكتابة المصرية بحيث انها يعني تفتح افاق اكبر للمسرح المصري؟ وزي ما قلت لحضرتك ان انا طلبت ان حضرتك تعقب على كلام استاذة صفاء وتتكلم عن تجربة استاذ طارق، وهيبقى مازال عندنا جزء للحديث عن الافاق من خلال كل الاشكاليات اللي احنا هنتكلم عنها أو السمات الإيجابية في أعمال كل من صفاء وطارق نموذج كنموذج لمستقبل المسرح المصري. اتفضل. بإذنك كمان دكتورة صفاء، بإذنك أستاذ أحمد كمان فضل. نحن يعني خاصة القارئ العربي المتلقي العربي باعتبار أيضا أن هذا المنتدى يعني له آفاق كثيرة ومنتشر المشاهدة في أنحاء الوطن العربي وفي المهجر، يعني أنتم صفاء لأنها جنبكم والأستاذ طارق لأنها جنبكم فأنتم يعني متعودين، احنا مشتاقين ايضا لمعرفه، احنا نعرف الاستاذ صفاء واحنا نتشرف ايضا بمعرفه الاستاذ طارق، وهذا يعني انتم هذه الحلقه زادتنا الكثير يعني في اضاءات مهمه جدا نسمعها من الاستاذ صفاء لاول مره، نسمعها من الاستاذ طارق لاول مره، فيعني فعلا هو كما قالت الدكتوره صفاء يعني هذه الكتابات طبعا هي ايضا منطلق وهي من واقع هذه الافاق الجديده، لانها ايضا يعني ليست كتابات يعني كلاسيكية أو كتابات تقليدية. نعم بالضبط. بإذنك بس دكتور أنا عملت هاي الملاحظة لأن إحنا متشوقين جدا أن نغوص في هذا العالم الرحب بما فيه من يعني تألق وبما فيه من إبداع. وأنا بأكد على أن طبيعة المنتدى أستاذ أحمد المنتدى ليه بعد عربي وليس بعد مصري فقط، طبعاً كان حرصي على واقتراحي لأستاذ حميد أنه لازم نتكلم عن المسرح المصري، فإذا كان المسرحيين المصريين والمثقفين المصريين يعرفوا أستاذ طارق ويعرفوا أستاذ صفاء ويعرفوا أستاذ أحمد هاشم، فيعني اسمح أن احنا نعرف أيضا المتلقي العربي تابع للمنتدى بالإضافة لحديثنا زي ما قلت لحضرتك في الجزء يعني في الجزء الثاني اللي هيكون ده حديثنا جميعا عن أفاق المسرح المصري إن شاء الله. فتفضل. تمام. من مميزات الحقيقة طارق أمار أنه لا يحصر نفسه بتيمات أو موضوعات معينة، ولكنه يجوب عالم أو عوالم المسرح بتيماته المتعددة بموضوعاته المختلفة، وكما ذكرت سابقا أن من أهم ما يميزه أنه يضع داخل النص الذي أو في النص الذي يتناوله السمات أو الحس المصري، بحيث يكون هذا النص بعدما تناوله طارق عمار بقلمه قريب أو يقترب من المتلقي المصري. طارق عمار لا أعرف إن كان ذلك مصادفة أو متعمدا، حريص جدا على أن نصوصه المسرحية تجوب كل الأقاليم المصرية، موجود في كل المحافظات، والحقيقة ده تجربة مهمة جدا أن يكون متداول في المحافظات المصرية المختلفة. يعني من سنتين على ما أذكر كان له نصا في أسوان أقصى جنوب مصر، السنة دي كان له أقصى شمال مصر مثلا في الإسكندرية ومحافظات أخرى، ده بيجعله أنه يجعل المتلقي المصري للمسرح المصري الحديث يكون على دراية بالكتابات الجديدة، وأنا أشد على يديه في أن يستمر، أطلبه أطالبه بأن يستمر في هذا التقليد. الحقيقة طارق عمار ليس مجرد كاتب مسرحي ولكنه شاعر أيضا، أحيانا يكتب الأغاني الشعرية التي تكون مصاحبة لبعض نصوصه، وأحيانا يترك كتابة الأغاني لشعراء آخرين، حينما يكتب الأغاني الخاصة ببعض عروضه المسرحية المعتمدة على نصوصه يعد إضافة أخرى الحقيقة لكتابته للنصوص، وهو يشارك أيضا بكتابته الغنائية لبعض العروض المسرحية الأخرى، وكل ده الحقيقة في الأقاليم المختلفة. طارق عمار رغم أنه شديد الوفاء للمخرج الكبير سيد فجل
الذي تربى هو مسرحيا على يديه، سواء ممثلا ثم مساعدا للإخراج ثم كاتبا لهذا المخرج الكبير. إنما في الفترة الأخيرة الحقيقة بدأ يسمح لنفسه لآخرين من المخرجين بأن تتناول نصوصه، وهذا يعد انتشارا مرغوبا، لأن كتابات طارق الحقيقة على درجة من الوعي الشديد بالقضايا الكبرى المصرية التي تمثل اهتمامات ويعني هموم للمتلقي المصري، والحمد لله أصبحت تجوب أعماله المسرحية لكل أو كثير من المحافظات، وتبقى مطلوبة من العديد من المخرجين المصريين. شكرا. بشكر أستاذ أحمد على هذه الإضاءات، ويعني أعتقد أن أستاذ طارق بتخدمه ثقافته وكونه خريج أداب لغة إنجليزية، وده بيقول قد إيه مهم يعني أنه اطلاع الكاتب على المصادر الأصلية للأعمال، يعني اللي حتى إذا كانش ما طلعش على اللغة الروسية فهو طلع على المترجمة بالإنجليزية. صحيح. فده بيعطي أعماله ثراء، يعني لا يكفي الكاتب المسرحي أو الكاتب الروائي أنه يجيد اللغة العربية، لكن إجادته للغات الأجنبية الأخرى بالتأكيد بيوسع إدراكه، بيوسع ثقافته، وبيكون عنده يعني تجربة أكثر ثراء. بشكر حضرتك أستاذ أحمد، ويعني دلوقتي ممكن نفتح باب النقاش، وهننطلق من هذا النقاش إلى أفاق المسرح المصري. معنا أستاذ صبري يوسف لو يحب، ومعنا أستاذ حميد لو يحب يعمل مداخلة، ومعنا أستاذة منى، ومعنا أستاذ إسلام. إحنا في صديقتي العزيزة، صديقتي العزيزة ممكن من الجزائر أيضا، صديقتي العزيزة أستاذة صفاء اتفضلي من فضلك. بس أنا يعني ربما إحنا يعني مش نسينا، لكن يعني إحنا لم يعني تأتي الفرصة للحديث عن مسرح الطفل. ومسرح الطفل لا الحقيقة ممكن مسرح الطفل صفاء مع تقديري خليه مسرح الطفل ده ممكن يكون له موضوع، يعني لأنه ده موضوع كبير، يعني يكون في حتى المسرح الغنائي يعني. في حد ذاته احنا لا احنا ممكن او في مداخلتك يعني ممكن يبقى له ندوة مستقلة. لا أنا وأستاذ حميد اتفقنا على مسألة المسرح الطفل دي، لكن أنا بقول إن يعني حتى إحنا ككتاب إحنا بنكتب مسرح للكبار، إحنا نحن أيضا نكتب مسرح الطفل من دواعي واجبنا تجاه المجتمع، لأن هو يعني ما بنربي الطفل على حب المسرح، والمسرح الجد المحترم بيبتدي بعد كده يحبه وهو كبير، ويبتدي يتلقى المسرح بشكل كويس وبشكل يعني عقلي، مش ما بيبقاش بس المسرح هو عنده الكوميديا فقط أو المسرح الساخر فقط، لكن هو بيبقى يعني بيحترم وبيقدر أهمية المسرح. إحنا يعني أنا قصدي أقولك إن إحنا ككتاب مش بس متخصصين في مسرح الكبار، لكن أيضا في مسرح الصغار. يمكن دي النقطة اللي أنا ما اتكلمتش فيها عن نفسي، بس فأنا حبيت أتكلم عليها. أشكر. طيب لا بشكرك، ودي نقطة مهمة، يعني الأشكال المختلفة للمسرح سواء من حيث تصنيف تقسيمة الجمهور أو من حيث النوعية بالتأكيد كلها محل اهتمام. أنا نبتدي لو أستاذ صبري يحب أنه يعمل مداخلة، وكل يعني دلوقتي هنعمل مداخلات، كل مداخلة حوالي 3 دقايق، وبعدين هيبقى أستاذ أحمد وفي مداخلة الأستاذ صفاء ومداخلة الأستاذ طارق، وأستاذ أحمد هاشم يعني هيقول لنا خلاصة رؤيته لأفاق المسرح المصري، هو هيكون معاه يعني الميكروفون لمدة أطول يعني أكتر من 5 دقايق. فنبتدي إحنا معنا وقت، هنبتدي بأستاذ صبري معنا، ولا ممكن نبتدي يعني أستاذ صبري. أستاذ صبري
أنا معك. اتفضل أستاذ صبري، اتفضل. بداية أشكرك كمنسقة لهذه الندوة، وأشكر الناقد أحمد هاشم والكاتبة صفاء البيلي والدكتور والكاتب المسرحي طارق عمار على كل ما تقدموا به من وجهات نظر نقدية وعن تجاربهم. أولاً، هناك سؤال يراودني قبل أن أقدم مداخلتي سريعاً، لماذا هناك تراجع في المسرح على الساحة العربية بشكل عام، وتراجع في الكتابة الإبداعية بشكل عام أيضا؟ الجواب أنا أجيب عن نفسي، السبب هو بالأساس المسرح والأدب والفن والإبداع يعني مسألة ثانوية بالنسبة للمواطن، لأن الجهات المعنية بالإبداع لا تهتم بالمبدع والمبدعين، فكيف ستقدم مسرحا؟ مثلا مؤخرا استمعت في بيروت، أقفلوا المسرح في بيروت وأم المسرح كان، وفي دمشق أيضا هناك تراجع في المسرح، وفي بغداد وفي القاهرة وفي مصر أيضا إلى حد كبير مقارنة في مصر أم الدنيا. وبداية أريد أشكر أيضا الأستاذ طارق عمار، أشار إلى عدة نقاط سأعرج عليها سريعا، تركيزه على أن العرب أو الشرقي أو المسرح المصري يركز على شخصية وإيقونة إيزيس، لماذا لا يأخذ إيقونة مثلا الفراعنة الشرقي، الحضارة الشرقية بكل تفرعاتها وابداعاتها ومسرحها وإلى ما آخر ما هنالك، ثم نوه إلى انقراض المسرح وركز على انقراض المسرح الموسيقي، وأنا أضيف انقراض المسرح الغنائي الذي هو مهم جدا للمتلقي، لأنه الغناء يجذب المتلقي، المسرح يجذب المتلقي عبر الغناء وعبر الموسيقى وعبر قضايا أخرى. واسترح سؤالا جدا مهما يجب الوقوف عنده، لماذا نحن نهمش ثقافتنا؟ وأنا قلت في البداية نعم نهمش ثقافتنا ولا ثقة بأنفسنا. المبدع العربي مبدع كبير في المسرح وفي الشعر وفي الموسيقى وفي الفكر وفي الفلسفة، ونحن من أبدع الحداثة، ودائما نعتبر الحداثة هي غربية، الحداثة قبل أن تظهر في الغرب كانت موجودة في دنيا الشرق. أعود إلى قضايا أخرى تتعلق بالعنوان، المسرح المصري تجارب وآفاق، أين هي الآفاق التنويرية في كتابة نص مسرح تنويري؟ سؤال جدا مهم. الجواب وبكل بساطة لكم ولي، إن الساحة العربية لا تسمح بصيغة أو بأخرى على إبداع نص تنويري، وأنا شخصيا عندي برنامج في قناة رنجارد اسمه من أجل التنوير، من أجل التنوير استضفت الفنانة التشكيلية هناء حلمي كفنانة تشكيلية تنويرية، وأغلب المبدعين في العالم يجب أن يكونوا تنويرين، ولكن يصطدم الفكر المتنور مع الفكر المتخشب بين قوسين والفكر المتخلف، ولهذا إن دور المبدع المسرحي الفنان التشكيلي الروائي أن يكون تنويريا حداثويا تطويريا لانتشال المجتمع العربي بين قوسين المتخلف جدا إلى واقع أفضل، وإلا ما فائدة من الكتابة والإبداع والمسرح أصلا؟ شكرا. كلام أستاذ صبري يوسف هيخليني ألجأ لأستاذ أحمد هاشم وأقول له، يعني علشان حتى لا يدور مثل هذا السؤال، فهنرجع لأستاذ أحمد من خلال كل تجارب ومن خلال القراءات النقدية اللي حضرتك بتقدمها ومن خلال متابعاتك للمسرح المصري أو المسرح العربي بالتأكيد من خلال المهرجانات المسرحية قبل كوفيد 19، هل دي أفاق ممكن تقديم تجارب جديدة؟ وممكن نتكلم اتفق الأول على إيه هو مفهوم التنوير، يعني التنوير المتعلق باللحظة الراهنة، يعني أعتقد أن كل لحظة تاريخية كل لحظة هي ليها مفهوم التنوير الخاص بيها، لأنه أنا في التنوير اللي كان موجود في القرن 19 غير التنوير اللي ممكن يكون مطلوب في القرن 20، فأنا يعني هدي لحضرتك 10 دقائق علشان حتى لا يتم طرح السؤال من آخرين من السادة اللي هيعملوا مداخلات، فبرجع لأستاذ أحمد هاشم وأسأله عن أفاق المسرح المصري والعربي ونقطة التنمير اللي ممكن يقدمها المسرحيين المصريين والعرب. اتفضل. أشكرك.
مسألة التنوير الحقيقة ليست قاصرة على المسرح فقط كما أشار الصديق بقول هذا، أريد أن أعقب على هذا وليس فقط ولكن على أريد أن أعقب على كل ما طرحه. بالنسبة لتراجع المسرح في الوطن العربي وكمثال واضح للغاية لبنان وسوريا ومصر، تراجع أو تقدم المسرح الحقيقة متصل أو مرتبط بعدة عوامل من ضمنها وربما وليس أولها ولكن هامش الحرية المتاح في البلد في هذه البلد أو تلك. هامش الحرية كما نعلم هو متراوح في دولنا العربية ولأسباب كلنا نعلمها، هامش الحرية المتاح لنا في مصر غير هامش الحرية المتاح في سوريا في لبنان في السودان في الجزائر إلى آخره. كما نعلم نحن مرتبطون أو كصناع للمسرح بما هو مسموح لنا من هامش الحرية، وهذا ليس خافيا على أحد، كلنا لنا حدود لا نستطيع أن نتجاوزها. هذه الحدود قد تكون في مصلحتنا لأن الحكام الحقيقة دائما يعرفون مصلحة شعوبهم أكثر من الشعوب نفسها، أقول هذا طبعا على سبيل السخرية. فتراجع المسرح زي تراجع العديد من الفنون مرتبط الحقيقة بهامش الحرية المتاح في دولنا العربية. تراجع المسرح أو تقدمه أيضا مرتبط بالعامل الاقتصادي، وهو عامل مهم جدا سواء في ما يتاح من أموال لصناعة هذا الفن أو ذاك، بالإضافة إلى القدرات الإنفاقية للمواطن في هذه البلد أو تلك. اسمحي لي أن نأخذ القاهرة أو مصر مثالا على ذلك. كلنا نعلم أن نهاية الخمسينات وكل فترة الستينات حتى هزيمة 67 كان المسرح مزدهرا، وتلك الفترة ما يطلق عليها بالفترة الذهبية للعروض المسرحية، ليس العروض فقط ولكن حتى للنصوص المسرحية. كل أنواع المسرح كانت تقدم في هذه الفترة، مسرح غنائي، مسرح موسيقي، اجتماعي، سياسي إلى آخره. ده مرتبط الحقيقة بهامش الحرية المتاح، ورغم ما يقال كثيرا عن ديكتاتورية هذا حكام هذه الفترة، إلا أن القارئ للنصوص المكتوبة في هذه الفترة والمسترجع لمشاهدة العروض المسرحية التي قدمت في هذه الفترة يجد أن هامش الحرية كان واسعا وكبيرا للغاية مقارنة بما هو حادث فيما بعد على امتداد ما يقرب من 40 سنة أو 45 سنة تقريبا. تراجعت الحرية كثيرا، والحرية مرتبطة بالتنوير، يعني لا أستطيع أن أقدم لحضرتك كمتلقية للمسرح عناصر تنويرية في نص أو في عرض مسرحي وأنت كنظام أو مسؤولة عن نظام لا ترغبين في هذا التنوير. المقولة الشهيرة اللي حضرتك تعلمينها بالطبع ونعلمها جميعا أن غير المتنورين أو الجهلاء يسهل قيادهم، قيادتهم بتبقى سلسة، يعني أرجو ألا أكون تجاوزت المسموح به في هذا البرنامج. يعني حريتنا الحقيقة في العالم العربي كلها متفاوتة، وحسب هذا التفاوت من التعبير وحرية التعبير بيكون التنوير المطروح في ليس في المسرح ولا فقط ولكن في العمل. التنوير يا أستاذ أحمد، أفندم؟ أستاذ أحمد، هل ممكن ننطلق في اللحظة الراهنة من خلال أعمال صفاء البيالي ومن خلال أعمال طارق عمار ومن خلال أعمال إبراهيم الحسيني وغيرهم، مش بس أيوة، يعني كنماذج المسرح، هل في أمل؟ يعني عايزين بقى نقول نركز على هذا البصيص، وإزاي إن ممكن يكون ده منطلق لأفاق يعني جديدة يرتدها المسرح المصري والعربي. آملوا أنا شخصيا كواحد معايا؟ نعم أستاذ أحمد، ما حضرتك
دكتورة صفاء، أنا سامع حضرتك فضل. كويس. اتفضل اتفضل يا فندم. أنا شخصيا آمل أن يكون هذا الأمل لا زال موجودا، لأننا نكتب أو نصنع المسرح ونصنع الإبداع بشكل عام في هامش محدد للغاية. وحضرتك أشرتي ربما بعد كان في تعقيبك على الدكتور طارق عمار أن المبدع دائما يحاول أن يكون أذكى من الرقيب. الحقيقة كتبنا في هذه اللحظة الراهنة يحاولون ومصممون على الإبداع ومحاولتين دائما في التزاكي على الرقيب بتبقى يعني بتراهن على ذكاء المتلقي. لا أدري لماذا، لا أدري لماذا نحن مضطرون إلى ذلك. المواطن المستنير يمكن أن يكون في ظهر السلطة، أي سلطة، ليس في مصر فقط، أو يعني أي سلطة يكون في ظهر السلطة وليس ضدها. بالعكس المواطن غير المستنير ربما يكون قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر في أي وقت من الأوقات، وقد عانينا في مصر من هذا طوال فترة الثمانينات وما بعدها، وكل العالم يضع يده على ذلك. أنادي وأطالب طبعا بحرية التعبير، لأنه أحيانا الحقيقة، وده يخليني أرجع إلى مسألة شهيرة جدا ومعروفة لكل المثقفين، وهي عرض فيلم شيء من الخوف في الستينات. كتير من الناس كتبوا أن المقصود بعتريس هو جمال عبد الناصر، والرقابة الحقيقة اعترضت، وكان وقتها يرأس الرقابة بالمناسبة مبدعنا العظيم الراحل نجيب محفوظ. لكن الرقباء شاهدوا رأوا أو ارتأوا أن الفيلم المقصود يقصد جمال عبد الناصر وتشويهه من خلال شخصية عتريس، ولكن بذكاء المثقف الذكاء الشديد لنجيب محفوظ شاهد الفيلم مع جمال عبد الناصر واستطاع إقناعه بأن الأمر ليس هكذا. وجمال عبد الناصر شخصيا حينما شاهد الفيلم سمح بطرحه يعني كمشاهدة عامة للكل. أذكر أنه في بعض الأحيان مثلا مسرحيات كانت تقدم في الستينات لم يسمح أو لم يسمح الرقيب بتقديمها، زي الحسين سائرا والحسين شهيدا إخراج كرم قطاع في المسرح القومي، ربما تخوني الذاكرة في تحديد العام بالقبل، لا أذكر إذا كان قبل هزيمة 67 أو ما بعدها مباشرة، لأني أذكر كان في جملة شهيرة بتقال يا لا ترسل جنودك يا ملك البلاد لا ترسل جنودك إلى بلاد السند، وكان المقصود بها الجنود المصريين في اليمن ورفض الشعب المصري لذلك وقتها، ربما لعدم وعيه السياسي بضرورة وجود الجندي المصري في اليمن في ذاك الوقت. أذكر أن كرم مطاوع في هذه اللحظة، أنا بتكلم عن ذكاء وحتمية ذكاء، أو حينما يكون المبدع أذكى من الرقيب. الرقابة وقفت عرض هذا العرض كعرض عام للجمهور، فكان ذكاء كرم مطاوع المخرج أن يقرر بأن يظل البروفة النهائية أو البروفة الجنرال لهذا العرض لمدة 30 يوم، وشاهده آلاف من الناس، لدرجة أن المشاهدين، أنا لم أكن موجودا بالطبع ولكن خلال ما قرأته عن هذه الفترة، كانوا يخرجون من المسرح القومي بالعتبة ويلتفون في هذا الميدان الحيوي صارخين أو بهذه الجملة الشهيرة يا ملك البلاد لا ترسل جنودك إلى بلاد السند. ده يرتبط بال تفضلي. يعني هو في نقطة النهاردة المجتمع الثقافي المصري بيعاني منها، وهي ليس فقط رقابة السلطة لكن الرقابة المجتمعية، وأعتقد أيوة. أن الرقابة أيضاً. المجتمعية بدأ يضاف إلى رقابة السلطة هنا
يعني اعتقد انه ممكن يعني من خلال تجارب استاذه صفاء واستاذ طارق هنجد انه المجتمع النهارده لم يعد يتقبل حريه الفكر، وخاصه فيما يتعلق بالحريات العامه يعني او الحريه الشخصيه وليس مجرد الحريه السياسيه. اصبحت الرقابه المجتمعيه اقوى واقصى من الرقابه السياسيه، بحيث ان انت ككاتب وكمسرحي مخرج او الى اخره يمكنك تجاوز والتغلب على الرقابه السياسيه، وتبقى الرقابه المجتمعيه اقوى ونشوف لها نماذج. ده ما كانش موجود في الستينيات، يعني كانت درجه وعي الناس المشاهد في الستينيات اعلى من درجه وعي المشاهد او المتفرج في المسرح، سواء في المسرح او في السينما او يعني في التلفزيون، كان على نطاق طبعا محدود وقتها. فاعتقد دي نقطه مهمه يعني، وده هينقلنا الاستاذ طارق واللي بيعمله في مسرح الاقاليم، ده بيساهم في وعي الناس ولا هي مجرد فرجه بس؟ اسمحي لي بدقيقتين اتنين في عجاله قبل الانتقال الى الدكتور طارق عمار. اتفق معك فيما قلت تماما حينما تكلمت عن الرقابه، لا اقصد الرقابه السياسيه او سلطه الرقابه السياسيه، ولكن اقصد سلطه الرقيب الذي يتحول فجاه الى ان يكون ملكا اكثر من الملك ذاته. ليست هناك تعليمات صريحه من القيادة السياسية على أي مستوى من مستوياتها إلى الرقيب، والرقيب هنا بمعنى رئيس الرقابة، لا أقصد شخص بذاته بالتأكيد، أنا شخصيا عملت في الرقابة لمدة 5 سنوات، ولكن أحيانا بيبقى الرقيب هو رقيب ذاتي داخلي يفرض رؤاه الخاصة، أو هي رغبته في أن يكون ملكا أكثر من الملك. ما قلتي أو ما أشرت إليه حضرتك بالنسبة إلى الرقابة المجتمعية هذا صحيح، ولكنها ليست في المطلق، بمعنى أنها ليس الشعب المصري كله يعاني من هذه أو يعتبر رقيبا اجتماعيا، ولكن بعض الفئات الظلمية محدودة الفكر والمعرفة. وافق تماما في هذا. بشكر حضرتك، وانا يعني هنسمع لمداخلات كل الاصدقاء الحضور، الوقت يعني معانا داهمنا، الوقت داهمنا، ما بحبش التعبير القطري ده بخاف منه، لكن لو معانا دلوقتي في استاذ اسلام لو يحب يدخل معانا في المداخله، استاذه منى موجوده، نبتدي استاذ اسلام في 3 دقائق وبعد كده هنخلي استاذ طارق واستاذه صفاء يعني هنختم بيهم. استاذ اسلام اتفضل. لو سمحتي لي قبل الانتقال ايضا الى استاذ اسلام اريد التعقيب بعد ما يتحدث الدكتور طارق والاستاذ صفاء، لأنوه على الأفاق الجديدة في المسرح المصري ولماذا تواجدت. ده آخر 5 دقائق من لقائنا هيكون لأفاق المسرح المصري والمأمول منه. أستاذ إسلام اتفضل، حضرتك ممكن الصوت بس. أستاذ إسلام اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله. الأول بشكر دكتور حميد على المجهود اللي بيعمله يعني كل ليلة، وبشكر حضراتكم انتوا اتحتوا لنا الفرصه يعني كشباب ناشئ في التعاون مع حضراتكم في المناقشه ديت. وثانيا يعني كنت عايز اسال دكتور طارق عمار بعض الاسئله الهامه يعني اتمنى ان هو يجبنا عليها. يعني زي السؤال الاولاني، ايه راي حضرتك في ظاهره زي ظاهره مسرح مصر؟ يعني انا بعتبر ان انا لسه بادئ، فعايز اسمع يعني من حضراتكم وحضرتك كمتمرس في المجال، لأن أنا أعتقد أنه لا أقرب من المسرح الكوميدي ولا من المسرح العادي حتى، ودائماً ما كنت بتكلم مع دكتور حميد في الموضوع ده. دي حاجة. الحاجة الثانية، سبب اختفاء المسرح الموسيقي، يعني السبب الأساسي، يعني لينا احنا كشباب اتربينا على حاجات زي فؤاد المهندس الشويكار في النسخة العربية السيدة الجميلة وخلافه. يعني انا برضك يعني جيل جديد، بس برضك الحاجات دي انا شفتها وحبيتها فمبقتش موجوده واختفت تماما، وزاد عندنا فرص. بشكر استاذ اسلام. السؤالين حضرتك هنطرحهم على استاذ طارق ولو استاذ احمد هاشم فاضل سؤال. فيها فاضل. هو ال
السؤال الأخير، يعني لو يعني ممكن يكلمني بس عن جزئية في الإضاءة والمسرح، يعني علاقة الإضاءة والمسرح، يعني كيفية توظيف الإضاءة، أنواع الإضاءة كده، يعني في عجالة بس. شكرا. لا يعني اسمح لي استاذ اسلام، يعني مساله توظيف دي جزئيه خاصه، ممكن يبقى في تواصل مباشر خاص بينك وبين استاذ طارق، يعني اسمح لي ده، يعني مش ما اعتقدش الوقت هيساع، لكن دي فرصه طيبه ان احنا جميعا نتعرف على بعض ويبقى متاح لينا التواصل بشكل على الخاص مع كل الاصدقاء. استاذه منى تحب معانا؟ اتفضلي. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام. سعيدة أستاذة منى برهومي، تفضلي. نعم، أنا تسمعونني؟ صوتي دكتورة منى. الدكتورة منى. نعم، صوتي مسموع؟ صوتك مسموع دكتورة، تفضلي. نعم. جيد. مساء النور. طبعا هذا موضوع مهم جدا أن نتحدث عن مشاكل وآفاق المسرح العربي عامة والمسرح المصري خاصة. أنا لا يحق لي أن أتحدث عن المسرح المصري. لماذا؟ لأن لقلة معلوماتي مقارنة بما تملكونه أنتم من معارف ومن تجارب ومن معلومات حول المسرح المصري. لكن يمكن أن أتحدث عن المسرح الجزائري مثلا، ضمن هذا النوع الكبير الذي هو المسرح العربي. أنا تحدثتم عن الرقابة السياسية وتحدثتم عن الرقابة الاجتماعية. أنا أتحدث عن رقابة أخرى، وهي رقابة كاتب النص الدرامي أولا، والذي الرقابة الذاتية التي يعيشها الكاتب نفسه، كاتب النص الدرامي، ثم أيضا رقابة الجمهور. والجمهور الآن نحن نعلم أن جمهور المسرح ليس كأي جمهور، هو جمهور نوعي وليس كمي، هو جمهور مختص حتى يكون مصطلحي أوضح. لكن عندما أرى أنه هذا الجمهور بدأ يغيب عن العرض المسرحي، بدأ لا يقرأ المسرح النصوص نفسها لا تملك تنويعات، هي نصوص أصبحت باهتة نوعا ما، كما تقول أن أمبرسفيلد دي تكست خوي، مثقوبة هذه النصوص. فأكيد سيعاني المسرح مما يعانيه اليوم. نحن في الجزائر مثلا نعاني من قلة النص، وليس من الرقابة على النص، وإنما من قلة النص الدرامي، وهذا إشكال كبير جدا جدا جدا. نص يحاكيني أنا، يحكي عني أنا كإنسان جزائري، لثقافتي، لحياتي الاجتماعية، لحياتي السياسية والعربي بصفة عامة، لأنه مهما اختلفنا في جنسياتنا، لكن هناك قاسم مشترك، هي قضايانا العربية، هي عروبتنا، هي إنشأنا إسلامنا، هي انتماءاتنا المختلفة. فأنا صراحة أرجع هذا الإشكال إلى أساساً إلى الجمهور والنص في حد ذاته. لا أقول كاتب النص، خليني أنزه الكاتب قليلا، وإنما أقول الإشكال في النص في حد ذاته أولا، ثم الجمهور ثانيا. شكرا جزيلا دكتورة منى. شكرا. نعم. لحضرتك. شكرا دكتورة منى. وننتقل لأستاذة صفاء. وحيا أستاذة منى. دكتورة منى طرحت قضية مهمة فيما يتعلق ب يعني الأشكال المختلفة للرقابة، وفكرة أنه لم يعد الآن هناك نصوص مسرحية مطبوعة. يعني كنا زمان بنقرأ نصوص لتوفيق الحكيم، نصوص مسرحية، لكن الآن أصبحت طباعة المسرحيات قليلة جدا حتى في مصر. أستاذة صفاء، دكتورة صفاء، أن إذنك دكتورة صفاء، في معنا أيضا فضل. الدكتور حسين الأنصاري رفع يده. تمام. لا حاضر دكتور حسين. بس أنا بحضرتك، يعني ما أتدخل بالسلطة، لكن لا أبدا يعني إحنا كلنا هنا أسرة واحدة، والهدف إنه الندوة تطلع بأحسن شكل ممكن. يسعدك، شكرا جزيلا. تحياتي للدكتور حسين. دكتور حسين الأنصاري، تفضل لو حضرتك عندك مداخلة. شكرا للدكتورة صفاء، وشكرا للأستاذ حميد، وشكرا للأستاذ أحمد هاشم، وللمخرج المبدع طارق عمار، ولكل الأساتذة الحضور معنا في هذا اللقاء. طبعاً المسرح المصري مسرح كبير وعريق، وكلنا
يعني تعلمنا من تاريخ هذا المسرح ومن مبدعيه، يعني من أيام الكبار أمثال الفريد فرج، نعمان عاشور، وصولا إلى الأسماء الجديدة يعني أستاذ طارق ومجموعة كبيرة أخرى أثروا المسرح المصري سواء في القاهرة أو على مسارح الأقاليم. أنا من المتابعين والمشاركين دائما في مهرجان المسرح التجريبي، سواء في الندوات الفكرية أو أحيانا أكون ضمن الأعمال المقدمة والمشاركة. رافقت من أيام فوزي فهمي وحتى وصولا إلى سامح مهران، والآن ننتظر يمكن المدير الجديد الدكتور جيني، ونأمل أن يكون هذا المهرجان بوجوده طبعا هو له تأثير كبير جدا على المسرح العربي وأيضا على عملية التجريب بصراحة. لكن أنا هنا أتساءل وأسأل الأستاذ أحمد هاشم والأستاذ طارق والأستاذ صفاء أيضا باعتبارها متابعة وقريبة من الوسط المسرحي جدا، يعني تأثيرات المهرجان المسرح التجريبي، هل ترك هذا المهرجان باعتباره الصرح سنوي يقام ويجتمع فيه كل التجارب العربية والدولية ويحضر له على مدار سنة كاملة، يعني أنا أتوقع أنه يعتبر خلاصة ما توصل إليه الفن المسرحي في مصر، يا ترى هل ترك هذا المهرجان أثرا لدى الجمهور المصري؟ هل ترك بصمة على الفنان والمسرحي المصري؟ ولا سيما أنا أؤشر على الشباب، يعني جمهور الشباب الذين يتخرجون من المعهد العالي والأماكن الأخرى التي تدرس المسرح سواء في كليات الآداب وغيرها، يا ترى هل اهتمت وزارة الثقافة ونظرت إلى هذا البعد الذي يمكن تصرف له ميزانية كبيرة ويحضره كثير من المبدعين؟ يا ترى هل حقق هذا المهرجان أثره كما كان يمكن كاتب صلاح عبد الصبور؟ أنا بالنسبة إلي أعماله وصلت، أنا حضرت آخر مرة مع الدكتور صديقي عوني كرومي في ألمانيا مسافر ليل، مثلوها في الألمانية، ولكن كان عملا كبيرا جدا كاتبه مصري وشاعر ومؤلف كبير جدا صلاح عبد الصبور. يا ترى هذا المهرجان كله بكل ما فيه من ندوات وحضور وكل ما يتعلق به، هل كان يعادل تأثيرات أحد الكتاب المصريين مثلا؟ أنا أكتفي بهذا القدر وأنتظر الإجابة. شكرا لكم. بشكر حضرتك على المداخلة، لأنه حقيقة المسرح، مهرجان المسرح التجريبي في مصر يعني وهو مهرجان من التسعينات، يعني ما زال عليه علامات استفهام وأسئلة ومسار جدل كبير ما بين يعني المأمول منه والمتوقع وواقعه ومدى صلته ومدى استفادة المسرحيين المصريين والجمهور المصري. فيعني الحقيقة المهرجان المسرح التجريبي أنا ابتديت معاه من سنة 97 وما زال يعني هذا الجدل ما زال مستمر ومتجدد، وأنا يعني أتمنى لو نخصصه نعمله حلقة فعلا ندوة فعلا لانه يستحق الكلام عنه، ايه يعني لانه زي ما حضرتك قلت بيبذل جهد كبير جدا في التحضير وليه ميزان، بيتم تخصيص ميزانيه ضخمه جدا، مدى مردود بعد كل هذه السنوات اللي ممكن تكون وصلت لاكثر من 25 سنه مثلا او حوالي 25 سنه، اعتقد انها هتيجي لحظه محتاجين يعني على المستوى المسرح المصري يتم تقييم تجربه المسرح التجريبي. لكن خلينا النهارده نركز مع تجربه صفاء البيالي وطارق عمار كمنطلق لافاق يعني المأمولة في المسرح المصري، وهدي الكلمة للأستاذة صفاء البيالي. عندك 5 دقائق أستاذة صفاء، لو تكلمينا عن طموحاتك، إيه الأفاق الجديدة اللي ممكن تكتبي عنها، أو لو عايزة تردي على أسئلة أحد المتداخلين يعني فضلي. الحقيقة أنا بس مسألة الرقابة، إن الكاتب هو أكثر
يعني أيادي الرقابة اللي هو بيمارس على نفسه فعل الرقابة ده يعني مش دايما، يعني مش دايما الكاتب بيعمل ده. وأيضا الجمهور الآن أصبح أكثر انفتاحا على فكرة، وأكثر يعني وعيا. وزي ما أستاذ أحمد قال أن هو شخصية الرقيب اللي هو قائم على مسألة الرقابة على الجهاز الرقابة، هو شخصية الرقيب بنفسه بذاته هو اللي بيقوم بمثل هذه المسألة. يعني لما أنا تعرضت لمسألة رفض كلمة السرير بس لمجرد يعني لمجرد الاسم، لمجرد ان هو بيوحي يعني باشياء قد يرفضها المجتمع، مع ان هذا السرير هو المكان الراحه ومكان المسرات ومكان الولاده ومكان النوم. ممكن يكون سرير مريض. ما انا بقول يعني هو بالرغم من كده الا انه حدث في تخوف من ان يعني ان حتى الجمهور يا اما يعني هو كان متوقع اذا احنا احتفظنا بهذا الاسم ان اما الجمهور يبقى موجود بشكل كثيف جدا ما نقدرش نقاومه، يعني لبرضه ل الارث الذهني اللي عنده بالنسبه لمثل هذه الالفاظ اللي هي بتوحي بيها ايه، او ان هو يحصل نوع من انواع ان هو يعني يعاف العرض خالص وان هو ما يقربش عليه. انا بقول ان يعني ان يمكن ربما الكاتب هنا اللي هو انا كنت اكثر جرأه في عرض يعني في ان انا احتفظ باسم النص بتاعي. كمان عايزه اشير الى جريده مسرحنا اللي نشرت النص من يمكن أكتر من 10 سنين، وتحمس ليها الناقد والشاعر الزميل الأستاذ يسر حسان ونشر النص عنده في جريدة مسرحنا أثناء ما كان رئيس تحرير ليها بنفس الاسم من غير ما يغير فيه أي حاجة خالص، من غير ما يشيل منه ولا كلمة. طبعا لم يعمد إلى مقص الرقابة. وأقصد أقول أن دائما المبدع الذي يعرف قيمة الإبداع جيدا ومسألة الحرية وأنه يجب أن يعبر الكاتب عن كل ما يدور في خلده بالنسبة للمجتمع وبالنسبة للي حواليه، لأن التغيير لا يأتي إذا وضع الكاتب مع نفسه مقص الرقيب. هو أحيانا كان بيمارس عليا مسألة الرقابة دي يعني من ناس حواليا، لكن أنا كنت برفض جدا مسألة الرقيب. يعني كان مثلا أحد الأصدقاء يقول لي مثلا كلمة الله، أو لما يعني ما يحصل فيه خطاب لربنا سبحانه وتعالى مثلا في نص من نصوصي أو الذات الإلهية أو كذا، يعني زي بالضبط ما حصل مع الكاتب العراقي الكبير الأستاذ علي الزيدي في مسرحية يا رب اللي عرضت في الشارقة في سنة من السنوات. طبعا بعد ما عرضت يعني حصل عليها لغط وحصل على كلام. أنا أقصد أقول من يعني عاوز أقول من الكلام ده كله أن الآن أصبح الكاتب أكثر حرية في أنه هو يقول ما يريد، واللغة يستطيع أن يطوعها لكي يقول ما يريد، يعني هو بذكائه يستطيع أن يقول ما يريد، والجمهور أصبح جمهور ذكي أيضا يستطيع أن يستقبل ما يريد. يعني مثلا يعني لو قلت لك ان مثلا على عرض جنه هنا مثلا، معلش اخر حاجه هقولها، عرض جنه هنا كان فيه مشهد عن الختان، يعني اتعمل من بدون ما يعني يخدش حياء اي حد، هو ده بقى في التنفيذ. حتى في النص المكتوب وبيناقش قضايا البرود الجنسي وبيناقش قضايا حرية المرأة وبيناقش قضايا فشل وبيناقش قضايا التحرش وبيناقش قضايا كتير جدا، وزي ما قلت لحضرتك قبل كده والزملاء المرأة المعيلة والمرأة المغيب عنها زوجها اللي يعني هي الواتد اللي بيشتغل كل حاجة والبنت المتعبة، إلا إنه هو نحن نستطيع أن نقول كل شيء في الوقت الذي نريد أن نقول فيه كل شيء.
يعني ان الواحد لما يبقى مش عايز. بشكر استاذه صفاء، شكرا ليكي، شكرا لوجودك وحضورك المميز معانا. الحديث دلوقتي ينتقل لاستاذ طارق عمار. استاذ طارق، حضرتك يعني اما تعقب على المدار في الندوه وتكلمنا عن الافاق اللي ممكن تأملها للمسرح المصري، او في سؤال الحقيقه السؤالين كان طرحهم استاذ اسلام، وانا يعني اربأ بيك انك تجاوب على السؤال الخاص بمسرح مصر، لان ده بالنسبه لي مش مصر، يعني ده بين قوسين كده كباريه. والسؤال الخاص بالمسرح الغنائي. طيب. اتفضل. هو في اجابه سريعه للسؤالين الاثنين، سبب ظهور مسرح مصر هو نفسه طيب. سبب انقراض المسرح الغنائي والموسيقي في مصر، غياب الكادر المسرحي المؤمن باهميه المسرح وتقنيات طيب. المسرح و فعالية المسرح في إحداث التغيير. ده كده جاوبنا على السؤالين. تمام. اللي أنا حابب أتكلم عنه أكتر المسرح الإقليمي في مصر، مسرح الأقاليم. مسرح الأقاليم، وأنا أفخر بذلك، أنا واحد من صناعه والمشاركين فيه. ده مسرح كده اسمه النحت في الصخر. بادجت ميزانيات تحت المستوى بشكل غير طبيعي، بيئة إنتاجية ما تطلعش أي فن، بنية تحتية لمسارح تكاد تكون في بعض الأماكن متهالكة أو غير موجودة، ورغم ذلك هناك حالة من الشغف المسرحي الدائم عند الإقليميين. هذه الحالة، وأنا شاهد على ذلك أيضا، كان أحد أسبابها مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، اللي كان في فترة ما كنا شباب صغيرين بنروح نشتغل، أنا شخصياً كنت بروح أشتغل في النشرة، أشيل ورق وطلع ورق وأعمل حاجات كده، إلى أن أصبحت مديراً لتحرير هذه النشرة ورئيساً للقسم الإنجليزي فيها في دورتين متتاليتين، الدورة 25 ودورة 26. أغلب رواد هذه المسارح إقليميين رايحين يتفرجوا على المسرح في العالم شكله عامل إزاي، لمحاولة الاستفادة من هذه التجارب. المسرح الإقليمي في مصر هو ومسرح الجامعة هم الرافد الأساسي لأي منتج فني بيطلع. التجربة اللي أنا اشتغلت فيها في أول حياتي خالص سنة 1997 ثمن القمر على الهويس في النيل، الرؤية التشكيلية اللي اتكلم عنها أحمد هاشم اللي وظفت المكان، قام بها عميد المعهد العالي للفنون المسرحية الحالي دكتور مدحت الكاشف، وهو لسه طالب او كان متخرج بقاله سنه تقريبا، كان معيد في المعهد ايامها، وكان ولا يزال مؤمنا باهميه مسرح الثقافه الجماهيريه، تمام، وكان فاعلا فيه حتى وهو اكاديمي ومتخرج من الاكاديميه، ان دي بدايته الحقيقيه. مش هنقدر نغفل دور مسرح الاقاليم ومسرح الجامعه في تشكيل الوعي المصري، وده يمكن السبب اللي مخليني السنة دي بشتغل في 4 محافظات مختلفة، في اسكندرية وفي الغربية وفي كفر الشيخ وفي الشرقية، لمحاولة أني أرمي هذه الأفكار أمام أكبر مجموعة ممكنة من الناس، تمام؟ يبقى الأساس عندنا أن احنا محتاجين بيئة إنتاجية مهيئة، ومحتاجين لحاجة مع الأسف هي غايبة عن المسرح المصري وتكاد تكون غايبة عن المسرح العربي كله، التسويق الثقافي للفعاليات المسرحية. نحن لا نجيد تسويق منتجنا المسرحي سواء على مستوى النص أو على مستوى العروض، حتى في عمليات التبادل، العروض اللي هتسافر تعرض في دول أخرى أو العروض اللي هتجيلنا تعرض من 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 دول أخرى في لها شروط حاكمة ملهاش أي علاقة بمعايير الجودة قد ما لها علاقة بمعايير أخرى، ده طبعا مع الأسف الشديد جدا. لكن بالفعل في حراك، والحراك مستمر وموجود ودائم، وده بيدي بشائر أو تباشير للي جاي. نحن أنا شخصيا شايف قدامي حاليا وطلبة عندي في ورش خاصة بالكتابة أسماء السنة دي تحطلها أول عمل لها على خشبة مسرح الثقافة الجماهيرية، كتاب جداد طالعين مهمين جدا، لأنهم مهتمين جدا بالمسرح ومهتمين جدا بآليات تقديمه، مدركين لأبعاد القضايا اللي هم بيتكلموا فيها،
بيسعوا بشكل دؤوب زي ما كلنا بنسعى إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا، إن إحنا نتعلم إيه الجديد في التكنيك. محدش فينا يمتلك حقيقة مطلقة حول ما يقوله، ولا حد فينا يمتلك كل قدرات التكنيك. كنا ولا زلنا وسنظل. أستاذ طارق أنا بشكر حضرتك. أستاذ طارق أنا بشكر حضرتك، وبالتأكيد إحنا يعني يسعدنا إن إحنا دايما نتابع التجارب المسرحية اللي موجودة في الأقاليم دلوقتي. نحتاج إلى عصا موسى من أستاذ أحمد هاشم كي يعني تلتقف كل ما قيل وتعيد صياغته وتقديمه بشكل يعني رصين وأكاديمي كما عودنا، بالإضافة إلى السلاسة والبساطة اللي بيتميز بيها أستاذ أحمد هاشم في كتاباته. أستاذ أحمد الميكروفون مع حضرتك 5 دقائق لأن الندوة، وفضل أستاذ أحمد. بشكر حضرتك دكتورة صفاء، وبشكر الزميلين طارق عمار. أيوة مع حضرتك، واضح الصوت؟ تمام. اتفضل. بشكر حضرتك وبشكر الدكتور طارق عمار والكاتبة صفاء البيلي. في عجالة سريعة أنوه إلى ما تم طرحه سواء من الزميلين المشاركين في الندوة أو من الأساتذة الذين شرفونا بمداخلتهم. تراجع المسرح في العالم العربي، أظن أن احنا أشرنا إلى إجابتي من قبل. الأفاق التي نأملها أو الأفاق التي أصبحت موجودة وفرضت نفسها في الكتابة المسرحية في مصر على وجه التحديد، أريد القول بأن على مدار ربع قرن تقريبا أو ربما 20 عاما تراجع النص المسرحي في مصر من حيث كونه نصا مسرحيا يعد تحفة أدبية أو عملا أدبيا في حد ذاته بعيدا عن نص العرض المسرحي. في الماضي كنا نستمتع بكتابات ألفريد فرج على سبيل المثال وليس الحصر، كتابات أبو العلا السلموني مع الاحترام طبعا و لكل والاحتفاظ بكل الألقاب، أبو العلا السلموني، ألفريد فرج، يسر الجندي، كتابات نعمان عاشور التي كانت بالعامية، محفوظ عبد الرحمن، محمود دياب، الأستاذ الراحل محفوظ عبد الرحمن. ولا أريد أن أستطرق في هذا حتى لا أنسى بعض الأسماء المهمة. النص المسرحي في حد ذاته كان نصا أدبيا نسعى إليه لقراءته والاستمتاع به كنص أدبي يحمل الكثير من الصور الشعرية، يحمل الكثير من الخيالات والصور والبلاغة اللغة وإلى غير ذلك، وكان يتم استنطاقه نصا حيا حين يعرض على خشبة المسارح. ربما طوال 20 سنة اللي مضوا تقريبا فقد النص المسرحي إلا القليل بل إلا النادر، وأيضا كان أحد أسباب ذلك المهرجان التجريبي للمسرح. المهرجان التجريبي للمسرح له أو سلاح ذو حدين الحقيقة في مصر، وربما خانت حضرتك الذاكرة أو ربما بحكم عمر حضرتك أشرتي إلى معرفتك بالمسرح التجريبي منذ التسعينات. المسرح التجريبي موجود من منتصف من الثمانينات، قبل 89 كمان، الدورة الأولى 97 يا دكتور أستاذ أحمد. أنا دفعة دفعة 97. ما هو عشان حضرتك كنت صغيرة سنا، فلم المسرح كان موجود من الثمانينات، وأنا حريص على ذكر التاريخ حتى نعود جميعا إلى يعني تذكر من كان القائم على وزارة الثقافة المصرية آنذاك ومن كان الحاكم المصري آنذاك. أريد بالمهرجان التجريبي تفريغ المسرح المصري من هويته، من ما هو موجود فيه من تنوير صدق إلى آخره، لأنه نعلم جميعا أن هذه المرحلة كانت مرحلة تجريف
على المستوى الثقافي في مصر مقصودة. أنا شخصيا لست من المؤمنين بنظرية المؤامرة، ولكن هذا واقع كلنا شاهدناه. كان يأتي إلينا من دول أوروبا مجموعة من أصحاب الفرق الضعيفة للغاية، الضعيفة للغاية، ولم تكن فرق ذات حيثية، كانت تأتي لمجرد أنها تستضاف في أفخر الفنادق الموجودة في مصر، و يعني يقوم العلاقات العامة بوزارة الثقافة ب يعني أستاذ أحمد، أنا سأذن حضرتك أستاذ أحمد عشان هو حديث المسرح التجريبي الحقيقة ده حديث ذو شجون. تمام معلش، فخلينا في المأمول وطموحاتنا لأن الوقت فعلا يداهمنا. أريد العروج أو التركيز على أن النص المسرحي في مصر خلال هذه السنوات العشرين لأسباب متعددة لم يعد نصا أدبيا أو قيمته الأدبية كما كانت في الماضي، وده أيضا له أسباب كثيرة جدا. والملاحظ في كتابات العديد من المبدعين الموجودين على الساحة أنه أصبح النص المسرحي ينظر أو ينحو إلى المنحى الجمالي، إلى المنحى البصري، بديلاً عن قيمته الأدبية. ودي أهم سمات الحقيقة النصوص المسرحية الموجودة، لم يعد إلا من رحم ربي زي ما بقول، لدى القليل من أو نادر من كتاب المسرح المصري. المسرح المصري أصبح تحت أو استناداً لأسباب قد تكون غير صحيحة من خلال اهتمامي بالصورة، يهتم مثلاً بما أشرت إليه حضرتك بأن وجود شاشة من العرض موجودة على خشبة المسرح يقدم من خلالها ما يصعب تقديمه أو تقديمه حياً في العرض المسرحي، استناداً إلى مقولات غير صحيحة، الاستفادة من التكنولوجيا، إلى درجة أنه أصبح هناك نوع من المسرح يسمى بالمسرح الرقمي، وهو المسرح الذي يتم الاستعانة به فيه بما أتحته لنا التكنولوجيا الرقمية، لدرجة أن أصبح هناك دراسات أكاديمية والعديد من أطروحات الدكتوراه والماجستير حصلوا عليها البعض في مصر على المسرح الرقمي وكيفية الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية في المسرح إلى آخره، وهذا أحد الأسباب التي أضعفت النص المسرحي كنص أدبي، بالإضافة إلى نصوص كثيرة أيضا. لا أذكر من في مداخلتي أشار إلى قلة النشر في المسرح المصري، لا، المسرح المصري ينشر فيه نصوص مسرحية أو الإطار الثقافي في مصر يشرح في يعني ينشر فيه العديد من النصوص المسرحية مع تقدم التكنولوجيا في الطباعة ووجود دور النشر، وحضرتك تعلمين ذلك جيدا، دور النشر الخاصة الكثيرة التي أصبحت حتى تنشر أي عدد محدود يطلبه المبدع من إبداعي، سواء نصاً روائياً أو مجموعة قصصية أو مسرحية أو كذا. الدولة أيضاً أو المؤسسات الثقافية في مصر تقوم بنشر العديد من النصوص المسرحية، سواء عبر الهيئة العامة للكتاب أو المشروع المهم جداً، مشروع النشر داخل الهيئة العامة لأصول الثقافة في كافة المجالات الإبداعية. مسرح الثقافة الجماهيرية، وأنا أجوب هذا المسرح على مدى ربع قرن تقريبا كمشاهد وعضو لجنة تحكيم العروض وكاتب مقالات عن العديد من هذه العروض، أؤكد أنه هو الأمل الحقيقي للمسرح في مصر، أؤكد على أنه هو المسرح الحقيقي في مصر، نتيجة أن القائمين على هذا المسرح من المبدعين أقصد وليس الإداريين يعملون بروح الهواية، لأنه لا يعطي مقابل تقريبا ماديا للقائمين على صنع هذه العروض، يعملون بروح الهواية وروح الحب، وأفاقوا أو سقف الحرية
بداخله أكثر بكثير من سقف الحرية المتاح للعروض الرسمية التي تقدم في القاهرة أو المدن الكبرى. أيضا كما قال الدكتور طارق عمار، المسرح الجامعي أو ما يقدم من نشاط مسرحي داخل الجامعة، وأعتقد أن هذا إكسبريشن أو مصطلح أقرب إلى الدقة. أشير أيضا إلى تجربة أخرى أعيشها على مدى ربع قرن تقريبا، وهي النشاط المسرحي داخل المدارس المصرية بخير تماما، يقدم لنا العديد من المبدعين في كافة العناصر المسرحية في العملية المسرحية، أتابعه عبر ربع قرن تقريبا وأكتب عنه وأشاهده وأقوم بإلقاء المحاضرات وإلى آخره يعني في هذا النشاط. ربما هذه المجالات الثلاثة، المؤسسات الثلاثة، هي المؤسسات التي تقدم مسرحا حقيقيا، وربما لأنه مجانا فيلتف حوله العديد من المشاهدين. أرجو أن أكون قد أقتلت، رغم أن هذا الموضوع يحتاج إلى العديد من الندوات. بشكر حضرتك. بشكر أستاذ أحمد هاشم، بشكر كل الحضور، أستاذة صفاء البيالي، أستاذ طارق عمار، بشكر دكتور حسين الأنصاري، بشكر دكتورة منى، بشكر أستاذ إسلام، بشكر أستاذ حميد، بشكر أستاذ صبري يوسف. أتمنى أنه يعني أن هذه الندوة تكون يعني بداية ندوات للحديث عن في تفاصيل كثيرة في المسرح المصري، وأعتقد أن اللي تم تقديمه واللي أضاءه أستاذ أحمد هاشم بيقول أن المسرح المصري بخير، لكن قد تكون هناك بعض الأمور التي تحتاج إلى ضبط ما، لكن بشكل عام أعتقد أن دي يعني فيها روح جيدة، فيها أمل يعني أن الوضع الحمد لله غير محبط بقياسا بالواقع العام. بشكر حضراتكم وأسلم الدفة لأستاذ حميد تسليم سلمي، وأشكركم جميعا، وأتمنى ما أكونش يعني أزعجتكم بأسئلتي أو بمداخلاتي معكم. شكرا لكم. شكرا جزيلا يا دكتورة، أنت يعني فعلا كنت قائدة حكيمة ومحاورة لبقة، واستطعتي في خلال هذه يعني الساعتين وشوي إنك تبحري لنا في مسائل كثيرة. يعني إحنا رغمنا ربما أدعي أنا أننا أتابع ولدينا أصدقاء مسرحيين وكذا، فنستكشف أشياء كثيرة، واستكشفنا أشياء كثيرة. يعني تعرفنا على صديقتنا وأستاذتنا الأستاذة صفاء البيلي، أنا أقول بيلي يعني، فاليوم تعلمت حتى اسمك يعني. فأيضا البيلي، وتعرفنا أيضا على الأستاذ البيلي. فتعرفنا أيضا ولدينا أيضا الناقد والجميل الأستاذ أحمد هاشم، وإحنا نتمناكم أيضا أن تكونوا معنا في هذه الفترة والفترات القادمة. هذا الملتقى مستمر إلى 9 من هذا الشهر، وإن شاء الله أنا أعطيت كمان رابط حفل الختام، أتمنىكم أن تكونوا موجودين، وخاصة في مناقشة التوصيات. وإذا كان لديكم توصيات أيضا ممكن أن تبعثوها يعني الأستاذ أحمد هاشم والأستاذ طارق عمار لسوا معي أصدقاء على الفيسبوك، فربما أخذ الكوردينات والعنوان من الأستاذة صفاء النجار. وأنا أستاذ الدكتورة صفاء، إحنا أيضا يعني الآن حتى نفكر، اليوم كان في إثارة جميلة عن الكوميديا، كان عن قبلكم ندوة عن صناعة الضحك، مما يثير أن نعطي يعني ربما ملتقى خاص عن الكوميديا، والكوميديا تشملها بالإطار الفكري، الإطار الروحي، الإطار الإنساني، وليس الكوميديا. فهناك كثير من القضايا اللي يعني أثيرت في هذه الندوة، والندوة السابقة اليوم أثارتنا بأن احنا ربما يعني ننسق ملتقى آخر يكون في شهر أكتوبر أو نوفمبر، يعني حتى يكون لدينا عدة أشهر. ونتمنى إن شاء الله في اللقاء القادم أو الملتقى القادم أن يكون حضور المصري أكثر. يعني إحنا بصراحة عندنا شوية قصور في الجانب المسرحي فقط، غياب الحضور المصري، بينما إحنا مثلا في قصيدة النثر، ملتقى الإبداعات السردية، المصريين ما شاء الله تبارك الله بالطن، يعني أساتذة ونقاد ومبدعين. فنتمنى أيضا في المجال المسرحي والمجال السينمائي أيضا أن
أنا أختم الآن بنظام ال 29 ثانية والتي تنزل إلى 28 وكذا. أبدأ بالأستاذ صبري. أستاذ صبري، أنا ما عندي سوى تقديم بطاقة شكر وتقدير إلى الأستاذة الدكتورة صفاء النجار بحسن إدارتها لهذه الندوة، وطبعا قبل كل شيء تحية خاصة لرئيس المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح، وسرور جدا بالاستماع إلى الناقد أحمد هاشم وإلى الكاتبة صفاء البيلي وإلى الدكتور طارق عمار على كل ما قدموه من وجهات نظر حول المسرح ونقد المسرح بشكل عميق، كما أشكر مداخلات بقية الزملاء والزميلات، وتحية خاصة مني من ربوع ستوكهولم إلى ربوعكم في كل مكان في هذا العالم. شكرا. شكرا جزيلا. الدكتورة منى، إذا كان لك شيء 28 ثانية. الدكتورة منى يبدو مشغولة مع الدكتور حسين، إذا كنت معنا ما تزال معنا. شكرا جزيلا، يعني بصراحة يعني عاجز عن الشكر لما سمعه من جهود تبذل في سبيل النهوض بمسرحنا العربي والمسرح المصري بالذات، لكون كل المسرح العربي بصراحة تتلمذ على كبار المسرحيين في مصر، وما زال أمنا كبير جدا بأن تحدث نهضة كبيرة مثل ما ذكرها الأستاذ أحمد هاشم، وجهود الأساتذة الآخرين الذين يقومون بالرقي في ذوق الجمهور سواء في المعاهد أو سواء في المدارس الابتدائية والثقافة الجماهيرية ومسرح الأقاليم. وهناك الكثير من الفنانين الذين لا يسلط عليهم الضوء ولكن يعملون ليل نهار من أجل الارتقاء بالفن المسرحي، ونأمل مثل ما ذكرت الدكتورة صفاء أن نكرس يعني ندوة بصراحة على واقع المسرح المصري المعاصر ودور الشباب اليوم. يعني كثير من الموضوعات التي يمكن أن تثار، وربما الأستاذ حميد لديه قدرة على جمع شمل كثير من المسرحيين في كل أنحاء الوطن العربي. أشكركم لهذه الأمسية الجميلة. شكرا جزيلا دكتور، وأود أن أنوه أن الدكتور حسين أيضا لديه مجموعة من الندوات، 5 ندوات. أنتم ستبدأون مع الدكتور حسين الذي يشرف على وجمع لنا أكثر من 21 أو 22 من المسرحيين والفنانين أكاديميين وأكاديميات، وحتى من مصر كمان، يعني احنا ما ناسين مصر. فإن شاء الله تكونوا معنا الاثنين والثلاثاء، لا قصدي الثلاثاء والأربعاء والخميس، سيكون مشك الختام، يعني عندنا 5 ندوات، والجمعة سيكون الختام، عندنا 5 ندوات إن شاء الله تتابعون نحو تقنية جديدة في الخطاب الدرامي الخطاب الدرامي بكل ما فيه من فهناك كثير من المحاور. الآن أذهب أستاذ صفاء 27 ثانية. إيش معنى أنا يعني ل 27؟ يعني كل هسه العدد التنازلي يعني راح توصل للدكتورة صفاء وقدها 6 ثواني. العد التنازلي. عموما أنا بشكر طبعا صديقتي العزيزة يعني المبدعة الكبيرة والإعلامية يعني اللي بتعمل دور تنويري مهم ما يقلش أبدا عن يعني اللي بيعملوا مثلا مسرح الثقافة الجماهيرية، بس هي بتعمله مع الكتاب والأدباء الشبان بالذات. هي بتعمل ملف مهم جدا كل أسبوع بتقدم فيه الكتاب، صح يا صفي ولا إيه؟ صح مش كده؟ صح مرايا الإبداع. مرايا الإبداع حتى أنا قدمتنا يعني. وبعدين مش بما إنك يعني قدمتك بما إنك يعني نجم لامع، بس هي بتعتمد يعني هي بتعتمد دايما إن هي يعني تلقي الضوء. بصراحة أنا حابة جدا 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 الملف بتاع الأسبوع ده، ونور على كتير قوي من الأقاليم وأنا بشكرها عليه. شكرا جزيلا. أنا بشكر كل زمايلي يعني اللي بيشوفونا دلوقتي وزمايلي اللي موجودين معنا في المنصة دلوقتي، الدكتور طارق عمار والحاضر الغائب أستاذ إبراهيم الحسيني،
والاستاذ احمد هاشم الناقد الكبير، واستاذ حسين وشبابنا واولادنا اللي موجودين معانا، والدكتوره منى. انا بشكركم، بنتمنى ان مش المسرح المصري بس هو اللي يبقى فيه تقدم دايما، المسرح العربي كله ينهض، لان المسرح اذا نهض هو المسرح طبعا ابو الفنون. ومعلش اعذروني، انا عندي فرح جنبي بس الدنيا حر قوي. ميرسي ميرسي يا استاذ العزيزه، ميرسي جدا، اشكركم وشكرا جزيلا على هذه. ميرسي، وعقبال هيك المنتدى يصير عنده ميزانيه هيك، ندعو الى مهرجان مسرحي وملتقى سينمائي ومسرحي ان شاء الله على الواقع. ان شاء الله ان شاء الله، هيك دعواتكم الخالصه. الان اذهب الى الاستاذ العزيز، استاذ الدكتور طارق عمار، 26 ثانيه. أنا قلت أستاذة صفاء 27، عملت لي 7 ساعات. 25 بقى. أنا قفلت عليك المايك يا دكتور. أنا بشكر دكتور، عاوزين وعد إنك تصير معنا، يعني مش فقط حلقة وتروح يعني. إن شاء الله إن شاء الله. أنا شاكر جدا للمنتدى على هذه الدعوة الكريمة، وشاكر للدكتورة صفاء النجار إدارتها الأكثر من رائعة للندوة، وشاكر لصفاء البيلي لان هي السبب في تعريفي بهذا المنتدى الجميل. بس انا مش هشكر احمد هاشم لانه ضحك عليا. احمد هاشم وعدني انه هيتكلم عن نصين انا بعتهم له جداد عشان اخد رايه فيهم، ووعدني ان هو هيقول لي رايه لايف، وضحك عليا وما قاليش. فانا مش هشكره، انا مش هشكره عشان كده، عشان انا ما بيضحكش عليا، وهيلاقيني نطيت له التليفون بعد الندوه ما تخلص مباشره. يا دكتور طارق، انتوا عندما يكون في افكار، احنا وانتوا والدكتوره هي صفاء تتواصلوا معنا، واحنا ممكن ننسق لكم لقاء اخر، طالما احنا مطمئنين ان النت جيد، وهذا شيء جميل، واحنا ممكن ان ننسق حتى في الدورات ما بين ملتقيات او كذا، ننسق حلقه خاصه نستضيفك مع الاستاذ والاستاذ احمد ان شاء الله. وشاكر جدا لحضرتك يا استاذ حميد، وشاكر جدا للمنتدى، وشاكر لكل الساده اللي اثرونا بالمناقشات الجميله النهارده. شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا استاذ احمد هاشم. استاذ احمد 24 ثانيه. مش عايز أعيد الشكر، ولكن مضطر طبعا، أو شكر أنتم تستحقوا لكل القائمين على المنتدى، والدكتورة صفاء النجار، والزملاء الذين شاركوني في هذه الندوة. الحقيقة لم يتسع الوقت للحديث عن أعمال وسمات نصوص إبراهيم حسيني، وهي عديدة النصوص، نصوص متعددة جاب من خلالها عوالم مختلفة جدا. كنت أتمنى أن يكون فيه متسع من الوقت للحديث عنه، ولكن ربما يكون ذلك متاح في فرصة أخرى إن شاء الله، وبشكركم جميعا. شكرا. ختام ومسك مع الدكتورة صفاء النجار، حاكمة هذه الليلة ومهندسة هذا اللقاء الجميل، طبعا مع الاعتزاز أيضا بالأستاذة صفاء البيلي. تفضلي دكتورة. 15 ثانية. بشكركم جميعا، سعيدة جدا بهذه الليلة اللي نقلا، لكن لم يكن هناك اتصال مباشر بيني وبين القائمين عليه، فدي فرصة. شكرا جزيلا. وفي هذه الآن نختم هذه اللقاء، شكرا لكم على هذه الليلة الجميلة، وإن شاء الله تتابعونا، وهذا الفيديو موجود على صفحتي، وأستطيع أن أبعثه أيضا إلى الدكتورة صفاء، وإليك يا أستاذ صفاء أيضا، إذا أحببتم أن تضعوه أيضا على مكتبتكم، يعني بيكون يعني نتمنى ذلك. حاضر، أنا أي واحد هذا مهم بالفعل، هذا مهم، يعني يا ريت تبعته لصفاء البيلي فعلا، عشان صفاء البيلي هتديه لنا على طول. خلاص تبعثي لي بالهذا، تبعثي لي الايميل، انا عندي الايميل الدكتوره صفاء، ابعث لك اياها على نفس الايميل اللي بعت لك اياها بتاع الدستور. بس ما فيش حاجه ببلاش يعني، يعني انا هبعت لهم اللينكات، بس ما فيش حاجه ببلاش يعني. اكيد اكيد معروف. طب ماشي، نتحاسب بقى يا صفاء. ان شاء الله الحساب يجمعنا، وان شاء الله هيك يعني، ان شاء الله يكون لنا لقاء سواء في القاهره ونحتفل بقى، لنا لقاء في باريس ان شاء الله. شكرا لكم، ليلتكم سعيده ومحبه. تصبحوا على خير. الاول للنص المسرحي لحاب المنتدى العربي الاوروبي سينما المسرح، كان معكم من باريس حميد عقبي. ميرسي بوكو، ليلتكم سعيده، بالسلامه. سلمي على باريس. بوني 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 بوني.
سلام. باي.